طيب حاجه برضو تانية، احنا البابليشنج بيج هي اللي ما اتكلمناش عنها لغايه دلوقتي، ماشي؟ احنا اتكلمنا عن انواع البيج اللي هي السايد بيج والويكي بيج والابلكيشن بيج، فاضل البابليشنج بيج. بص انا البابليشنج بيج مش ممكن ما نشوفهاش حتى دلوقتي، هوريها لكم احسن فين في البراندنج عشان هنتعامل معاها. البابليشنج بيج علشان تبقى موجوده لازم يكون السايت من نوع بابليشنج، لازم من نوع ايه؟ بابليش سايت. في تمبلت اسمه بابليش سايت، لازم السايت ده يكون من نوع. طب احنا عندنا مشكله دلوقتي، ايه المشكله؟ ان البابليش سايت ده ما ينفعش يتكري تحت تيم سايت. ليه ما ينفعش يتكري تحت تيم سايت؟ اصل في حاجه في الشير بوينت اسمها ايه؟ في كل سايت في حاجه اسمها سايت سيتنج وسايت كولكشن سيتنج، يعني هتلاقوا او سايت كولكشن ادمنستريشن وسايت اكشن، هتلاقوا في حاجه تحتها اسمها مانج سايت فيتشر، كان قصدي فيتشرز، دي فيتشرز اللي موجوده على مستوى السايت، وفي هنا مانج سايت ايه او سايت كولكشن فيتشرز. شايفينها ايه دول بقى؟ ده كده عامل لك هو شويه حاجه اسمها فيتشرز اللي هي ممكن نسميها فانكشناليتي مثلا موجوده جوه الشير بوينت، ومديها لك اوبشن انك تعمل لها ايه، اكتيفيت او دي اكتيفيت، عاوز تشغلها ولا مش عاوز تشغلها. فمثلا من ضمن الفيتشرز اللي موجوده دي ايه يا جماعه على مستوى مثلا السايت؟ هتلاقي في حاجه مثلا اسمها ايه، ويكي بيج. ويكي بيج هوم بيج، ايه دي؟ ده دي فيتشر معمول لها اكتيفيت. الفيتشر دي عملت ايه؟ بيقول لك this feature will create a wiki page and set it as your site home page. يبقى الفيتشر دي اللي عملت ايه؟ اللي خلت في حاجه اسمها ان في لايبرري اسمها سايت بيجز، وعملت لك جواها صفحه اسمها home.aspx وخلتها هي ايه؟ الهوم بيج. يبقى الشير بوينت سايت هو بيتكون مجموعه ايه؟ مجموعه فيتشر. يعني انت اول ما بتيجي تنستول شير بوينت سايت بتمبلت معين، التمبلت ده معناه ايه؟ ان في شويه فيتشرز انيبل وفي شويه فيتشرز ثانيين ديسيبلد، ماشي؟ دلوقتي دي اكتيفيت مش هيعمل حاجه. خلينا نقول ايه، لو انا عملت سايت ثاني زي بلوك سايت هتلاقي الفيتشر دي عليه ايه؟ ديسيبل. ما تيجي نشوفها. فانا هاجي على السب سايت اللي عندنا اللي اسمه ايه؟ كان اسمه ماي بلوج. هل الماي بلوج الهوم بيج بتاعته كده الشكل الثاني التيم سايت؟ لا. ليه؟ تعالوا نشوف الفيتشر دي سايت سيتنج. الفيتشر اهي صح، مانج سايت فيتشرز، هتلاقي ايه؟ ويكي بيج هوم بيج معمول لها ايه؟ مش معمول لها اكتف. هي لو اكتف يكتب لك هنا اكتف. فلو انا جيت قلت له اكتيفيتي عامل فيتشر دي، هو كده عمل لها اكتف. روح على الهوم بيج بقى شكلها عامل زي الهوم بيج. يعني مش لازم يكون فيها لوب بارت، بس يعني تعالوا نشوف السايت كونتنت. نزل لي اللايبرري اللي اسمها ايه؟ اهي. وجواها صفحه اسمها ايه؟ وفاضيه، بس هي جواها الهوم بيج. طب الكلام اللي جوه الصفحه اذا فيتشر. يعني الويب بارت اللي طلعت اللي فيها الجاليري دي اللي كان بيقول لك تشينج يور لوك ولا مش عارف الحاجات دي، دي كده فيتشر. طب اي ويب بارت موجوده عندي، كل شويه ويب بارتس عباره عن ايه؟ فيتشر. يبقى الشير بوينت سايت كله على بعضه ده شويه ايه؟ فيتشرز. طب الديفلوبمنت في الشير بوينت بيبقى عباره عن ايه؟ انك تديفلوب فيتشر. يبقى انت بتزود نيو فيتشر على الشير بوينت، تنزل في المكان اللي انت شفته ده الناس تعملها اكتيفيت او دي اكتيفيت. انت ينفع تعملها في سايت تخليها باي ديفولت لما السايت ده يتكريت تبقى هي ايه؟ اكتيفيتد. الفيتشر دي بقى ممكن تعمل اي حاجه، اي حاجه مهما انت عاوز اللي انت عاوز تعمله يعني. يعني انا ممكن اكري مجموعه السايت كولمز اللي موجودين دول عباره عن ايه؟ فيتشرز. مجموعه الكونتنت تايب فيتشرز. الويب بارتس اللي في الشير بوينت فيتشرز. نوع انواع الصفحات فيتشرز. واضحه؟ يبقى الشير بوينت سايت هو مجموعه ايه؟ فيتشرز. انا بقول دلوقتي ان في فيتشرز بقى على مستوى السايت وفي فيتشر على مستوى السايت ايه؟ كولكشن. طب ازاي اوصل الفيتشر على مستوى السايت؟ زي ما شفنا من شويه. سيتنج سايت سيتنج هتلاقي هنا مانج سايت فيتشر. خلي بالكم السايت كولكشن ادمنستريشن انا بقول لك ايه؟ جو تو توب ليفل سايت، اطلع لفوق. صح؟ فانا جيت قلت له ايه؟ ماشي يا عم طلعني لفوق. فلما جيت قلت له طلعني لفوق قام وديني على الروت سايت عشان اتحكم في مين؟ سايت كولكشن فيتشر. يبقى السايت كولكشن سيتنجز مش متاحه غير على الروت سايت. دول بقى ايه؟ فيهم شويه حاجات كتير قوي، منهم فيتشرز برده بس على مستوى مين يا جماعه؟ سايت كولكشن. طب ايه هي الفيتشرز اللي ممكن تبقى على مستوى سايت كولكشن مثلا؟ فاكرين لما جينا نكاري سايت تحت الروت سايت ده ما لقيناش التمبلتس كلها؟ ف
فقلت لكم ساعتها اصل ده تيم سايت فمش كل الفيتشرز مفتوحه عليه صح. فعمل ايه هو؟ ما ادانيش غير شويه تمبلت بس. طب انا عاوز اخليه يديني اوبشن ان انا كريت بابليشنج سايت تحت التيم سايت، اعمل ايه؟ قال لك اعمل حاجه بسيطه خالص. تعال هنا هتلاقي في فيتشر اسمها بابليشنج انفراستراكشر، اي شيربوينت سيرفر بابليشنج انفراستراكشر، اعمل لها اكتيفيت. في دي بقى هو هيديك ايه؟ قال لك هديك شويه لايبرز، هديك شويه كونتنت تايبس، هديك ماستر بيجز، هديك حاجه اسمها بيج لاي اوت، هديك حاجه اسمها بابليشنج فانكشناليتي. بابليشنج فانكشناليتي دي اللي انا عاوزها. فانا عشان كده هقول له ايه؟ اكتيفيت. وانس ان انا قلت له اكتيفيت كده، يا موي كده بيحمل المفروض، بس هو ساعات بيهيس ما يقولش ماشي. بيقول ان في بريكوزيت ليها بس هو المفروض يشغلها يعني. نزل تحت شويه بس شغلها، هو كان مهيس ماشي، هي مالهاش بريكوز اصلا. طيب انا دوست على الزرار ده بس اكتيفيت، عملت اكتيفيت للفيتشر دي. تعالوا نقول له بقى سايت كونتنت ونكريت نيو ايه يا جماعه سب سايت. بصوا هتلاقي قدامك دلوقتي بقت ايه؟ طلع لك هنا تاب اسمها ايه؟ فاكرين كانوا اتنين بس، بقى في بابلشنج، بقى عندي حاجه اسمها ايه؟ بابلشنج سايت. ده نوع جديد من انواع السايت. الفرق بينه وبين التاني انه عليه فيتشر اكتيفيتد اسمها بابلشنج فيتشر بس. طب البابلشنج فيتشر دي ايه مزاياها بقى؟ انها هتديك نوع تاني من انواع الصفحات اللي هو اسمه بابلشنج بيج. ايه الفرق بينه وبين الباقيين دول؟ مبدئيا هو زي الويكي بيج والويب بارت بيج ولا زي الابلكيشن بيج؟ لا هو زي الويكي بارت بيج والويكي بيج والويب بارت بيج، يعني بيتحط في ايه؟ في لايبرري. طيب حاجه ثانيه يا باشمهندس، ايه اختلافه عنهم بقى؟ اختلافه عنهم انه كمان علشان دي نوع معين من انواع البيج هيديك ليها شويه كنترولز ينفع تستخدمهم جواها لوحدها. زي ايه مثلا؟ زي اني بدل ما يعني انت في الويب بارت بيج كنت تقدر تقول له ايه؟ حط لي هنا ويب بارت، حط لي هنا ويب بارت، حط لي هنا ويب بارت، صح؟ تقدر تقول ايه نوع الويب بارت اللي اتحط هنا؟ لا. طب في الببلشنج بيج انت ينفع تقول له حط لي هنا صوره، حط لي هنا لينك، اكتب لي التايتل بتاع البيج دي هنا. فانت بتحدد اماكن عن طريق كنترولز معينه معموله لمين؟ للببلشنج بيج. تعالوا نكريت ببلشنج بيج السايت قصدي. فانا هسميه بابلشنج واليو ار ال هيبقى بابلش كريت. كانت بقى شايفين الهوم بيج بتاعته مختلفه ازاي؟ صح؟ فاضيه خالص. واليو ار ال هنا بيجز مش سايد بيجز، صح؟ يبقى اللايبرري اللي فيها الكلام ده فين؟ اهي، واسمها بيجز. لو جيت قلت له هنا فايل نيو هتلاقيه بيقول لك ايه؟ انا عندي انواع معينه من البيجز. تعالوا نقول له بيج بس. مبدئيا هي زي البيج زي الويب بارت بيج في ايه؟ ان ليها لي اوت معين، شايفين؟ في الشمال بيرسم لك شكل الصفحه هيبقى عامل ازاي. ماشي، فانا هقول له مثلا ايه؟ خلينا مثلا في ارتكل بيج. ايمج اون ليفت دي ماشي. تعال نقول له ايه؟ بيج 1 بس كريت. هفتح بيج 1 دي بقى. بيج 1 فاضيه خالص اهي. لو جيت قلت له بيج اديت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ في حاجه اسمها تايتل بيقول لي حط لي صوره في الحته دي، اكتب لي هنا الديت بتاع الارتكل اللي انت كتبته امتى، حط لي هنا كابشن احط له الصوره تايتل ليها، اكتب لي هنا الكونتنت اللي انت عاوزه، لو عاوز تحط هنا ايه بيكتشر من الشير بوينت حطها هنا. وينفع احط فيها ويب بارت، يعني ينفع اقف في كونتنت هنا واقول له انسرت ويب بارت اهي اب بارت، واختار واحده من دول مثلا او ويب بارت اللي هنشوفهم كمان شويه. فهي ينفع تاخد الويب بارت،
ينفع يتكتب فيها كلام بلس كده بقى عندها شويه كنترول سبيشال ليها هم اللي هم زي دول. ان انا احط اقول له هنا احط لي ايمج احط لي هنا صوره ده ما كانش ينفع في الوبارت بيج. ماشي يا جماعه؟ طيب بس كده يا باشمهندس؟ لا فيها فيتشر كمان مهم قوي. ايه الفيتشر المهم قوي؟ لو جينا نعمل هنا سيف هتلاقوا بيقول لي اعمل تشيك ان للفايل ده مش في تشيك ان وتشيك اوت. ده اوبشن بقى موجود على مستوى الصفحه ان انا ايه اول ما اكتب في الصفحه يعملها لي انا ليه انا تشيك ايه اوت صح؟ فتبقى معايا محدش تاني يعرف يديت فيها. لما اخلص اعمل ايه؟ تشيك ان. طب هتروح لشخص تاني بعد ما اعمل تشيك ان فيعمل لها ايه هو؟ ببلش يعني وريها للناس. يعني انا ممكن اقعد اكتب هنا والناس فاتحه الصفحه مش شايفه اي حاجه وانا بكتبها. ليه؟ اصل لسه ما حصلهاش ببلش. الكونتنت بتاعها مش ابروفد لسه. واضحه؟ بنستخدمها في ايه دي؟ الصفحات اللي شكل دي؟ برضو ممكن نظام الاخبار زي ما احنا قلنا من شويه ان انت تقدر تكتب خبر وبعدين يروح لمديرك وابروف الكلام ده. طيب الناس في الحقيقه بيشتغلوا ايه؟ بيشتغلوا ببلشنج بيج اكتر الصفحات استخداما. ماشي؟ بنستخدم الويب بارت بيج اه طبعا في كيسز كديفلوبمنت يعني وبنستخدم ببلشنج بيج اكتر شويه. ليه؟ عشان موضوع الكنترولز اللي فيها وانك تقدر ايه ان فيها كل الفيتشرز اللي فاتت بلس موضوع الابروفل كمان صح؟ فهي اكثرهم في الفانكشناليتي هتلاقيها هي الببلشنج ايه؟ بيج. في الكورس ده مش هتبان اهميتها قوي يعني هتبان اهميتها في كل الكورسات اللي جايه اللي على راسهم كورس الايه؟ البراندنج. وايه التشيك ان؟ التشيك ان ده يعني ايه؟ انا خلصت افتح الفايل لحد تاني اديت فيه. انا خلصت اللي انا كنت عاوز اعمله. ما عملتش ببلش لا لسه. اللي اديت فيه بقى اديت على على بالنسبه لمين؟ انا اللي بقيت في اللي ما تعملوش ببلش. اللي اتعمل له ببلش؟ ما عملتش انا ببلش. اه. ماشي يبقى لسه على اللي انا كنت بكتب فيه. اللي الناس مش شايفاه. بص انت لو قلت ببلش ايه اللي هيحصل؟ يعني لو جيت قلت له ببلش بيقول لي اكتب كومنت للببلش كتبنا الكومنت. ما بقاش فيه ريبون. لان دي مش مفتوح عليها اديت. طب انت عاوز تاديت فيها اعمل ايه؟ لازم اروح اللايبرري اللي فيها الحاجه واقف على الصفحه كده تاني واقول له ايه؟ من المنيو دي اعملها لي تشيك اوت. خلاص لو فتحتها دلوقتي رجع تاني عليها ايه؟ اديت. اكتب اللي انا اكتبه بقى الناس مش هتشوف حاجه. لا هم مش هم بيشوفوا اخر حاجه معملها ببلش بس. انت اديت بقى وشيل كنترولز وحط صور وكونتنت وغير والكلام ده عمال يروح لحد تاني يشوفه وفي الاخر بعد ما يفاليريز وببلش الناس تشوف الكونتنت الجديد. انما طول ما انت ما عملتش كده الناس شايفه القديم. ماشي؟ بس طبعا عشان الاقي فول برميشن فشايف ده وده. عشان كده انا ببلش هو مش المفروض ان انا اللي ببلش بس انا ادمنستريتور فبعمل كل حاجه. ايه؟ لا انا قلت دي زي ايه؟ زي سايد بيج ولوكي بيج بتتحط فين؟ في الداتا بيس. طيب تعالوا نرجع بقى للويكي بيج تاني. مش فارقه بقى احنا عاوزين نتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن الويب بارتس اللي موجودين في الشير بوينت. احنا عرفنا انواع الصفحات عاوزين نتفرج على الويب بارتس اللي موجوده يعني. خلي بالكوا في هنا كنترول في اوبشن هنا ان انا اقول له فول سكرين فيشيل المنيو اللي على الشمال في فوق هنا. استخدم اوسلو ماستر بيج فاكرنا لما جينا نغير في الكومبوز لوك قال لي اختار اللي اوت فكان عندي سياتل واوسلو. اوسلو بتشيل الايه؟ المنيو اللي في الشمال تخليها تاخد فول سكرين بس كده كده الاوبشن ده معايا هنا يعني. طيب فانا هديليت دي تعالوا نصغر بس شويه يا ابني هو ما يعرفش والله اقول له اسالني. اوسلو سياتل مش فاكرها كنا جايبينها منين يا جماعه فاكرين؟ من تشينج ذا لوك. اخترنا لوك من دول تعالوا نختار حتى ده اهو مثلا تاني وقلت له هنا ايه؟ خلي لي لي اوت ايه؟ وصله صح؟ ترايت يس ما بقاش فيها ايه؟ المنيو اللي في الشمال بيج اديت وتعالوا نشيل الكلام ده تاني. تعالوا نتفرج على ايه؟ على الويب بارتس الثانيه اللي موجوده يعني. عندنا ايه ويب بارتس ثانيه موجوده؟ بلوج. ايه دول يا جماعه؟ تعالوا نفتح البلوج سايت اللي احنا كنا عاملينه من شويه. ماي بلوج.
لا لا فاكرين الصفحة دي اللي كان فيها البوست بتاعتك؟ الصفحة دي عبارة عن ايه؟ لو انا جيت قلت له هنا ايديت هتلاقوا ايه يا جماعة؟ ويب بارت بيج. يبقى الحتة بتاعت البلوك تولز دي عبارة عن ايه؟ دي ويب بارت. الحتة بتاعت الكاتيجوري اللي هنا فيها دي اللي فيها البوست بتاعتك ويب بارت. الحتة بتاعت الاركايفنج دي ويب بارت. البوستس نفسها اذا ويب بارت. الكومنت ويب بارتس. دول بقى كلهم موجودين فين؟ من الثلاثة دول زائد انك ان هو مستخدم هناك ايه؟ اب بارتس. ازاي فتح اذا كان الصفحه اللي انا فاتحها دلوقتي ويب بارت بيج ولا ويب بارت بيج ولا ويب بارت بيج؟ انت جرب تقعد تشوف ولا ايه؟ ولا بابلشنج؟ هي اصلا ويكي دي باين عليها خالص كلها ما فيهاش غير ويب بارت زونز. ان انت تعرف الفرق بينهم من الصفحه لا ده مش هيبقى فاليد غير لو هي فيها كنترول زي بتاعه البابلشنج بيج هتعرف. ماشي بس هو غالبا بيبقى فيها كده يعني هو البابلشنج بيج الهدف الاساسي منها شويه الكنترولز الزياده دول لهم ميزات ان انا بشتغل بيهم. انما الويب بارت بيج مفيش مكان غير الويب بارت. الويكي بيج ده انت التكست بوكس اصلا مفتوح وبتعمل اللي انت عاوزه صح او تكست اريا كبير كده وبتعمل اللي انت عاوزه شكلهم بيبقى باين من البيج نفسها. ممكن بقى تحددهم اليو ار ال كمان يعني هتلاقي مثلا البابلشنج بيج عاده الناس اتفقت انها ايه في فولدر اسمه بيجز. الويكي بيج والويب بارت بيج في فولدر اسمه سايد في لايبرري اسمها سايد بيجز. الابلكيشن بيج اندر سكور لي اوت على 15 طبعا احنا عشان شيل بوينت 2013 يعني ماشي. طيب السايت اللي احنا فتحناه من شويه ده بابلش بيج. ايوه عشان كده انا وريت لكم الصفحات فين في بيجز وقلت لكم استنوا شويه لما نخلص صفحات هتفهموا انا قصدي ايه. هرجع افتحه معاكم تاني بعد ما نخلص وهتشوف الدنيا الفرق عامله ازاي دلوقتي لما بدانا نفهم شويه ايه انواع الصفحات يعني. طيب فدول كلهم يا جماعه كانوا ايه ويب بارتس اصلا هو مديهم لك هنا يعني انا ممكن لو انا عندي كان عندي حاجه الليست اللي هي لها علاقه بالبلوج زي البوست والكومنت لو انت حطيت دول كانت هتشتغلوا معاك اللي هو ايه بلوج اركايف اللي هو ايه اركايفنج ده اللي هو ليه الجزء ده اللي هو بيقول لك البوستات اللي اتعملت في شهر مارس البوستات اللي اتعملت في شهر فبراير وهكذا. طيب بلوج نوتيفيكيشن ممكن تكون اللي في النص دي مثلا اللي بتعرض لك البوستس اللي بتحصل. بلوج تولز اللي هم ايه كرييت بوست ومانج بوست واضحه. يبقى هم دول اصلا كانوا ويب بارت اكشلي هم مديهم لك لو انت عاوز تستخدمهم وحطيتهم في كاتيجوري اسمها ايه بلوج بيزنس داتا. دول كلهم كده ويب بارتس ليهم علاقه بايه يا جماعه؟ معظمهم هم طبعا كلهم انك تكونكت على داتا سورس مالوش علاقه بالشير بوينت. دول كلهم بيتكلموا مثلا على داتا سورس مثلا ايه سيكوال سيرفر او وات ايفر اي داتا بيز يعني. ماشي؟ مش متاكد دي ما استخدمتهاش قبل كده والباقيين برضو ايه ليهم نفس الموضوع منهم مثلا فيزيو ويب اكسس. عارفين الفيزيو؟ الفيزيو ده حاجه بتنزل مع الاوفيس تخليك ترسم شويه جرافس. ماشي فانت ينفع تعمل ايه تفتح جرافس من دي بالايه بالويب بارت دي مثلا. كوميونيتي الكوميونيتي دول اشوفهم فين؟ تلاقي في حاجه اسمها ماي ممبرشيب حاجه اسمها اباوت ذيس كوميونيتي حاجه اسمها جوين حاجه اسمها تولز حاجه اسمها واتس هابينج. تعالوا نشوف واتس هابينج مثلا. شايفين بيقول ايه؟ بيقول بص انت ما ينفعش تحط الويب بارت دي عندك ليه؟ اصل في حاجه اسمها كوميونيتي فيتشر الكوميونيتي فيتشر دي عندك ديسيبلد. طب انا هسيف هي حد يفكر معايا هو ليه الويب بارت دي محتاجه الكوميونتي فيتشر؟ ليه محتاجه فيتشر غريبه؟ ليه؟ مش هو محتاج مكان يعين فيه الداتا؟ طب ما هو المكان ده ممكن يبقى ليست فالفيتشر دي لما اعملها تكريت هي ايه؟ الليست. فساعتها الويب بارت دي هتلاقي المكان اللي ترمي فيه الداتا فتبدا تعترض لي صح ولا مش صح؟ يبقى هو بيقول لي روح اكتب الفيتشر اللي اسمها كوميونيتي فيتشر. لو عملت لها اكتيفيت هينفع تكتب هنا ايه؟ هينفع تستخدم الويب بارت دي. لما انا اكتيفيت الفيتشر اكيد هينزل لي شويه ليست اللي الويب بارت دي كانت مستنياهم. واضحه؟ واضحه ولا لا؟ حد مش فاهم انا بقول ايه؟ طب تعالوا ندور على الكوميونيتي فيتشر. كوميونيتي ايه يا جماعه؟ سايد فيتشر اهي صح؟ ومش اكتيفيتد. الراجل هيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الكوميونيتي فيتشر دي هتزود لك discussion category and مش عارف content and people مش عارف ايه members and list of members شوية حاجات ليها علاقة بالcommunity صح؟ كلهم list activate. ايه اللي حصل؟
اشتغلت. طب تعالوا نبص على السايد كونتنت، زود لك ايه؟ كاتيجوري، كوميونيتي ممبر، ديسكشنز ليست، صح؟ اعتقد هم دول اللي خاصين بالايه؟ بالكوميونيتي. ريوزابل كونتنت، واضحه؟ يبقى هو زود شويه ليست عشان هو محتاجهم فين؟ في الويب بارت دي. ما انت ممكن تبقى بتعمل ويب بارت بتعرض داتا من ليست، انت عاملها كاستم عادي، اعمل واحده جديده واروح اكلم الشير بوينت زي ما ايه ما احنا اتفقنا على الست طرق اللي احنا نعرفها، فطلع حاجه جديده في ايه؟ في ويب بارت الناس تقدر تستخدمها. طبعا هو هنا بيقول لك ايه؟ هيقول لك عدد الممبرز، لو في مثلا شويه مناقشات حصلت عن موضوع معين هيقول لك عددهم قد ايه؟ كم حد رد على كل حاجه؟ طب دول شفنا الويب بارت دي فين قبل كده؟ في البروفايل. لو تفتكروا لما فتحنا البروفايل كان في شويه صفحات كده جزء منهم بيعرض التاجز مثلا، الحاجات اللي انت حصل لك عليها تاجز. المفروض دي جزء من الداتا اللي بتتعرض في السايت بتاع ايه؟ البروفايل. بيج اديت. يعني مش هم دول اكتر حاجات بنتعامل معاهم، بس ايه؟ برضو محتاجين نعرفهم عشان لو قابلت حاجه شكلها كده ما اوجعش قلبي واعملها. طيب. كاتج كونتنت رول اب، شايفين دي اسمها ايه؟ كونتنت ايه؟ رول اب. ماشي، خلينا في ايه؟ دي مهمه جدا، اسمها ايه؟ كونتنت كويري. كونتنت كويري ويب بارت، دي ويب بارت بتديك اوبشن انك تعمل ايه؟ تكتب فيها، مش تكتب يعني، هو بيديك جي اي تعمل فيها كويري، تريتريف داتا من اي حاجه في السايت. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول له من اي ليست هات لي كله من اللي اسمه تايتل. مش من ليست اللي نوعها كذا بقى، ده من اي ليست. يبقى دي كويري اعم بكتير من ايه يا جماعه؟ من ان انا اعمل كويري على ايه؟ على ليست بعينها. الميزه هنا ان انا اقدر اجيب ريزلت من ديفرنت ايه؟ ليست. صح؟ دي ويب بارت بتعمل ده، الويب بارت دي هنتعامل معاها، هي ويب بارت ثانيه اسمها كونتنت سيرش في الايه؟ في الشير بوينت براندنج ان شاء الله، وفي الديفلوبمنت في الاثنين. الكونتنت كويري دي الكستمايزيشن فيها بالاكس اس ال تي اللي هو الشكل، يعني تغيير الشكل. الكونتنت سيرش الكستمايزيشن فيها بالجافا سكريبت. لا السيرش اكبر كمان شويه، السيرش دي ممكن تجيب لك داتا من ديفرنت سايت كوليكشنز. يعني الكونتنت كويري مرتبطه بسايت كوليكشن واحد. الكونتنت سيرش بقى انا ممكن اقول له من اي سايت كوليكشن هات الداتا دي. فيدور بقى في كل السايت كوليكشنز، ده سكوب اكبر بكتير. ماشي يا جماعه؟ طيب دوكيمنت ست اكيد عادل هيقولها لكم ان شاء الله في الكورس اللي جاي. فلترز لا خلينا فور. لو انت عاوز تعمل اتش تي ام ال فورم مثلا تحط تحط له بارت تدي له لينك على صفحه اتش تي ام ال يطلع لك فورم. ولو عندك انفو باث فورم برضه. ميديا اند كونتنت، تعالوا نفتح ايه؟ كونتنت اديتور دي. اد. ايه يا باشمهندس الويب بارت بتاع الكونتنت اديتور دي؟ تعالوا نمسح اللي فوق دي عشان ايه نطلعها فوق شويه. الكونتنت اديتور ويب بارت دي، ويب بارت يا جماعه وظيفتها انك تكتب فيها ايه؟ كونتنت. يعني ايه؟ يعني اجي اقول له اديت ويب بارت مثلا وقام قايل له بيقول لك كلير هير تو ايه؟ تو اد نيو كونتنت اهو مثلا. اوكي سيف. طب مش هندس ما انا كنت بكتب في الصفحه، ايه اللي حصل يعني؟ صح؟ يعني انا ايه اللي يخليني احط ويب بارت اكتب فيها؟ ده سؤال واجي. فتعالوا نقول له تاني بيج اديت ونقول له اديت تاني. قصدي فيها اوبشن تاني انك بدل ما تكتب فيها كلام تقف هنا كده وتقول له ايه؟ اديت سورس، وتقوم ايه كاتب له اتش تي ام ال بقى. فاجي اقول له هنا ايه؟ ستايل مثلا يا ابانوب، علشان ابانوب كان بيسال هنكتب ستايل فين. تيجي تقول له مثلا خلي البادي الباك جراوند داش كولر بتاعها بينك. بقت بينك قبل ما نعمل سيف اصلا. بيج سيف. وينفع تكتب فيها بقى ايه؟ سكريبت، وينفع تكتب فيها ها؟ اتش تي ام ال، ينفع تكتب فيها اللي انت عاوزه. هي علي هو انا مدي ستايل للبادي ولا ليها هي؟ لا انا هو البادي ده تاج نيم. ايوه اعتبر ايه البادي؟ ايه البادي ده؟ التاج اللي اسمها بادي، هي هو مش زي اتش تي ام ال يا جدعان، الصفحه دي اتش تي ام ال. يبقى هو مسك التاج اللي اسمها ايه؟
لا هم فاكرين بادي دي مش التاج، فاكرينها الاليمنت. بادي دي التاجه بتاعت اتش تي ام ال العاديه خالص، يعني انت بتكتب سي اس اس زي ما انت عارف كده، كانك عملت ايه، كانك حطيت تاجه ستايل في الصفحه بس. فهي تابلاي على مين؟ على البادي. مايكل كان عندك سؤال؟ عايز الاول الحته دي بس، يبقى الحته دي لازم يكون لها هي كلاس معين، يعني احط الديف وشد ده مش هحطها، مش هتحطها في ديف ولا حاجه. انت اصلا انسبكت اليمنت وشوف الديف ده اسمه ايه، اه صح ولا مش صح؟ يعني انسبكت اليمنت، شوف اللي انت عاوزه ايه وروح اعمل الستايل اللي انت عاوزه. ماشي، دي من اهم مزايا الكونتنت. ايه يا جماعه اديتور؟ اكبر ميزه للكونتنت اديتور بقى مهمه جدا الحته دي، ان انت تقدر تديها هنا ايه، لينك على فايل HTML. الميزه دي يعني القشه التي قسم الزهر بها زي ما بيقولوا، يعني من اكبر المزايا في الكونتنت اديتور واللي خليتها دلوقتي بقت مستخدمه بكثره. الموضوع بقى يحصل ايه، الناس بقت بتروح في الدوكيمنت لايبرري تعمل فولدر، انا عاوز اعمل هنا مثلا واتيفر اي كومبوننت انا عاوز اعمله، بيعرض داتا من ديفرنت ليست، هيروح بقى هو يدور في الليسته دي والليسته دي والليسته دي، بقى معاه شويه داتا، انا عاوز اعرض الكلام ده في حته في صفحه، اعمل ايه؟ بيقوم عاملين فولدر في دوكيمنت لايبرري. فولدر ده يحط جواه ايه يا جماعه؟ يعني انا ممكن اجي اوريكم الفولدر برده بيتكريت ازاي عشان تبقوا عارفين. لو انا جيت هنا قلت له سايت كونتنت، واجي يا جماعه مثلا في ماي دوكيمنت هنا، وبدل ما اقول له كاريت فايل اقول له كاريت ايه؟ فولدر. فبقول لي اسم الفولدر ايه؟ تيست اي حاجه. ادي فولدر، لو دخلت جواه كان اللايبرري بقت معايا تاني فاضيه. انا ما بقتش جوه اللايبرري بقى، انا بقيت في فولدر جوه اللايبرري. حط جوه شويه الفايلز اللي انا عاوزه دول بس عشان تجروب شويه فايل مع بعض. يعني يجوا بقى في الفولدر ده يا جماعه يعملوا ايه؟ الفولدر بتاع تيست ده يعملوا ايه؟ يرفع مثلا فايل اتش تي ام ال وملينك مثلا جواه فايل جافا سكريبت وسي اس اس كلهم مع بعض في فولدر واحد. جميل كده؟ الفايل الاتش تي ام ال ده مكتوب جواه اجاكس كول، راح جاب الداتا من الشير بوينت، مش على طول الشير بوينت عنده ويب سيرفيسز، هيروح يجيب منها الداتا وبالجافا سكريبت والسي اس اس راسمهم ملونهم فين؟ في الاتش تي ام ال، ويقوم جاي هنا منزل ايه؟ الكونتنت اديتور دي، ويقوم عامل اديت، ويجي هنا يديها اليو ار ال بتاع ال HTML فايل. هل هو كده كتب سطر سي شارب؟ ولا سطر سي شارب. ده عمل ايه؟ HTML كاتب جواه جافا سكريبت اجاكس كول، راح كلم ويب سيرفيس من بتوع الشير بوينت، رجعت له شويه داتا، عمل لها ستايلنج وسي اس اس وظبطها بالجافا سكريبت، وقام ايه؟ مديها للصفحه تعرضها. ودي ممكن تبقى من اسهل الطرق في الديفلوبمنت في الشيربوينت. ماشي يا جماعه؟ بصوا يعني ممكن انا عاوزه بس الفكره تبقى مفهومه. احنا كديمو هنعمله بس لما نعرف نتكلم مع الاوداتا بتاعت الشيربوينت. ماشي؟ يعني احنا كديمو هنعمله مره في البراندنج وممكن في الديفلوبمنت تاني. بس كفكره تخيل حجم الويب بارتي دي مثلا كانت قد ايه؟ وقدمت لك فانكشناليتي قد ايه؟ انها بس عشان بتاخد لينك اتش تي ام ال فايل. طيب ديليت. في واحده ثانيه زيها برضو انسرت ويب بارد، اسمها ايه يا جماعه في الكونتنت رول اب برضو؟ لا كان اسمها ايه في الميديا اند كونتنت، اسمها ايه؟ اسمها سكريبت اديتور. ايه سكريبت اديتور؟ سكريبت اديتور ينفع تكتب جوه اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت، بس هي فيها ميزه عن الكونتنت اديتور انها ما بتظهرش كديف كده. يعني انتوا شفتوا مكتوب كونتنت اديتور حتى لو فاضي صح؟ السكريبت اديتور لما بتدوس سيف بتختفي ما بتظهرش ايه بالعين يعني، بس ما فيهاش اوبشن انها تاخد اللينك بتاع الاتش تي ام ال. فانت عندك دي وعندك دي، عاوز تستخدم حق تكتب تاجت سكريبت ولا تاجت ستايل فمش محتاج الديف يظهر، استخدم السكريبت اديتور. هتلينك على اتش تي ام ال فايل استخدم الكونتنت اديتور. ماشي يا جماعه؟ طيب في مثلا واحده ثانيه اسمها ايمج فيور، تعال نشوفها وتعال نقول له اديت. انا هعمل ديليت لدي بس. ما كانش قصدي على ايمج فيور. لا ايمج فيور دي بتوريك صوره يعني تعرض صوره بس، انا ما كانش قصدي على ده اللي عاوز استخدمها، انا عاوز استخدم واحده ثانيه. ماشي، ايمج فيور دي صوره بس يعني. بيكتشر لايبرري سلايد شو دي اللي انا كنت عاوز اوريها لكم. اد. فلو انت جيت هنا قلت اديت هتلاقي بيقول لك ايه؟ الينك على انهي بيكتشر لايبرري عندك؟ باي ديفولت انا ما كانش عندي غير واحده فاعمل لينك عليها. استنى
اسمها بيكتشر لايبرري سلايد شو. ماشي. فبيقول لي طب البيكتشر ديسبلاي مود اوريهم لك ازاي؟ عنده كذا اوبشن، سيكوينشال يعني بالترتيب ولا راندوم مع نفسه كده زي ما انت عايز. بعد كده اعرض لك ايه، تايتل اونلي بلو ايمج ولا عاوز نو تايتل اور ديسكريبشن ولا تايتل اند ديسكريبشن بلو ايمج، تايتل اند ديسكريبشن مثلا. وتعالوا نقول له اوكي، بيج سيف. عمل ايه الراجل؟ ممكن ما يكون التايتل مكتوب هنا بس مش باين، مش متاكد يعني. ماشي. طبعا هو سلايد لوحده يعني، انتوا هتلاقوا كل شويه عمال يقلب لوحده. فلو انت عندك شويه صور عاوز تعرضهم على طول كده مش محتاج فيهم اي كستمايزيشن، ماشي، ممكن تستخدم ايه السلايدر ده. ما اقدرش اغير لون شكل الباترونز ديت. ينفع تغيرها بس بالسي اس اس بقى يعني، انت انسبكت اليمنت تشوف دول شكلهم ايه وجايين منين، تحاول تظبط انت بالاي سي اس اس وجافا سكريبت يعني. بس هو مش مديك اوبشن انك تكستمايز فيه يعني. عملنا ايديت، تعالوا نشوف الادفانسد اوبشن. انا هقول له هنا ايه، ايديت ما فهمش ولا اكس اس ال ولا ايه ولا جافا سكريبت. ما دام مش مديني الاثنين دول يبقى ما اقدرش اكستمايز فيه. ساعتها هلعب ايه بقى انا ازاي؟ بال سي اس اس وجافا سكريبت بقى. ماشي. ازاي يعني يا جماعه؟ يعني احط سكريبت اديتور في الصفحه وسلكت بقى الاليمنت اللي مش عارف الاي دي بتاعه ايه، وغير دي خليها بكذا وغير دي بكذا زي ما انا عايز يعني. السيرش دي بقى، دي برضو هتشوفوها ان شاء الله في كورس الادمنستريشن عشان دول مهمين، لان في سايت خاص بالسيرش بيبقى فيه بقى شويه ويب بارتس كلهم خاصين بالسيرش. زي ايه؟ تكست بوكس بتاع السيرش ده ويب بارت. في حاجه اسمها ريفايننج. ايه ريفايننج؟ الفلترز بتبقى موجوده في الشمال، هي عاده في الشير بوينت، انك عاوز تفلتر بديت معين، مثلا عاوز ستارتنج فروم ديت كذا لغايه ديت كذا. الفلترز دي اسمها دي ويب بارت برضو. ماشي. هتلاقوا اسمها ريفايننج ويب بارت مثلا، اللي هي ريفايننج دي. ماشي. طيب برضو دول سيرش، دول سوشيال. ماشي. سوشيال دول برضو هتلاقوهم موجودين فين يا جماعه؟ في السايت بتاع البروفايل اللي لهم علاقه بمين؟ بالسايت فيدز، سايت يوزرز، التاجز. ماشي. التاسكس يعني، هو عامل لك ويب بارت هنا اسمها يوزر تاسكس، اكيد هتروح تدور على الليسته اللي اسمها تاسك وتعرض لك ايه؟ التاسكس بتاعتك بس. هو بيحاول يظبطك في شويه حاجات ممكن ما تحتاجهاش كلها، ممكن تحتاج جزء منها، ممكن تبقى هي بالنسبه لك كفيله على حسب انت الكيس بتاعتك ايه يعني. اهم حاجه انك تبقى عارف ايه اللي موجود عشان تقرر بعد كده ايه اللي هتعمله وايه اللي هتستخدمه من اللي موجود. ماشي. حد عنده مشاكل في الويب بارتس الموجوده في الشيربوينت؟ الويب بارت اصلا ككونسبت اختراع يعني، ان انت تقدر تعمل كومبوننت وترفعه والابلكيشن شغال من غير ما تعمل اي ببلش، دي حاجه جديده صح؟ يعني انت دلوقتي لو عاوز تعمل ويب بارت ايه اللي المفروض تعمله؟ تروح تعمل ويب بارت في حته، في الاخر بيطلع لك انت فايل كده من الفيجوال ستوديو، ممكن تيجي تاخده وتروح على السايت سيتنج هتلاقي في حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ سوليوشن، سوليوشنز. انت معاك فايل بتقوم عامل له هنا ايه؟ ابلود. كده بقت معاك الويب بارت، تروح تقول له اديت اد ويب بارت، تلاقي الويب بارت بتاعتك موجوده. ده اوبشن. هل انا عملت اي ببلشنج للسايت بتاعي تاني ولا اي حاجه؟ خلي بالكم من حاجه، ان السايت بتاع الشير بوينت ببلش اصلا، ببلشنج خلاص يعني، هو معمول له ببلش يعني. اليو ار ال بتاع السيرفر بتاعي ده لو اي بي ريال اي بي الناس هتعرف تكونكت عليه صح ولا لا؟ ده شكله النهائي. اه ده شكله النهائي. انت عملت حاجه تانية؟ هو ده شكله الديفولت مش النهائي. لو انت لو هو كده على الانترنت ومحدش عمل فيه حاجه. ماشي. ماشي. طب انا دلوقتي بعمله ببلش على النت، بحط معاه اي داتابيز؟ ما انت كده كده معاك على حسب الابلكيشن سيرفر، ابلكيشن سيرفيس اللي انت عاوزه. هو المفروض خلي بالكم الشير بوينت لما بيجي يحصل له سيت اب، احنا عملنا له سنجل سيرفر، يعني ايه؟ سيرفر واحد عليه كل حاجه. بس مش ده المفروض يعني. الناس عاده بتعمل ايه؟ بيعملوا سيرفر للابلكيشن سيرفيسز اللي هم شويه الداتا بيز الكتيره اللي اتكريتوا لكم دول 15. ماشي. وسيرفر تاني للكونتنت داتا بيز، وسيرفر يمانج بس الويب اللي هو الاي اس، وسيرفر مش عارف لحاجه لو في اي حاجه تانيه، السيرش مثلا، بيفصلوه في سيرفرز لوحده. وبعدين يخلوا السيرفرز دي كلها مع بعض كده في حاجه اسمها ايه؟ فورم، مزرعه السيرفرات بقى. ده كله على بعضه كده يبقى شير بوينت سيرفر. ماشي. فانت في الحقيقه لو انت مهوست مثلا في حته تاني في حته بره، مش هتلاقي الحاجه كلها على سنجل سيرفر، مش هيستحمل ده كله. فعاده بيقسموا الشغل ايه بالطريقه دي يعني.
مثلا لو جو داتي ما هو لازم يسبورت انه يهوست ايه شير بوينت بيسبورت ولا لا؟ لا مش فاكر اسماء يعني، ممكن نبقى ندور بعد في البريك ولا حاجه، بس يعني اكيد مايكروسوفت عامله حاجات كتيره يعني، مجربتش هوست اكيد طبعا شير بوينت قبل كده. لا الايجر الهوستنج عليه مختلف شويه يعني، مش زي ما احنا بنتكلم كده، مش حتى الفكره بتاعت الكلاود نفسها مختلفه عن عن حتى طريقه الشغل اللي بنتكلم فيها دلوقتي. على ايه؟ على الشير بوينت؟ لا ما اعرفش، انت تاخد كورس ويندوز ايجر اصلا بساله ساعتها بقى في اللي انت عاوزين تساله. طيب ها انت مش عاجبك الشير بوينت يا عم ولا ايه؟ مش حاسس انه مش عاجبك لغايه دلوقتي؟ مش عاجبك؟ طب كويس الحمد لله، خليك مقلق كده كريم انت على طول. بس قول يا عبد الرحمن عاوز تقول ايه؟ مش هتشوف. لا مش هتشوف. لا اللي برمش انا قصدي ان ده هيبقى شكل السايت. لا ما انت خلاص اللايسنس انت حطيتها. ما انت كنت شغال ايه دلوقتي انت؟ انت ما جيت انستول شير بوينت مش قال لك فين الكي؟ حطيت الكي ده اللايسنس غلط. ها لا الفلوس الثانيه اللي هتدفع فلوس ايه بقى؟ الهوستنج. انت لو السيرفر بتاعك ده ينفع توست عليه خلاص يا عم، لو ينفع هو ده هيقبل منك كام ريكويست ده ان شاء الله اصلا يعني، يعني بعد اللي احنا عملناه فيه ده كله هياخد كام ريكويست في الثانيه يعمل لها مانج يعني؟ هو اصلا مش شغال يعني، هو يا دوبك مكفيك لوحدك. مش عشان كده هوستنج يبقى غالي، لان التكلفه نفسها عاليه، انت عندك سيرفرز كتير قوي شغاله لحسابك صح؟ فانت عشان كده فلوس بتبقى كتير يعني، بلس طبعا القصه بتاعت اللايسنس يعني. خلي بالك بقى انت لما تيجي توست بره مش بتوست بالشير بوينت سيرفر بتاعك ده، لما انت هتوست عنده هو اللي عنده الشير بوينت، يبقى مين اللي هيحمل عليك تكلفه اللايسنس؟ ما انت اللايسنس اللي انت كانت معاك دي عشان تديفلوب، انت عاوز تحطه على سيرفر، لو عندك السيرفر بتاعك خلاص انت عيش، انت معاك اللايسنس وكمل. بس انت لما تحطه عنده هو اللي مشتري اللايسنس، ما انت مش بتروح تديله السورس بتاع الشير بوينت بتاعك يعني، انت بتديله السايت صح؟ فاما تديله السايت هو عنده انفايرمنت شير بوينت، فهو شاري لايسنس صح؟ فبيوزع اللايسنس دي على ايه؟ على الناس اللي شغاله عنده، اللي بتوسط عنده يعني. بالظبط زي ما بيشتغل اي اس بي دوت نت ولا اي حاجه ثانيه برضه. بس التكلفه هنا بتبقى اغلى من هنا، فالفلوس هنا بتزيد يعني. بس في الاي اس بي انت عارف الموضوع ممكن يمشي، انت ممكن يبقى عندك سيرفر ماشين تستحمل وكده، هتبقى شاريها غاليه كشركه مثلا بس تقدر تسبورت انها تشتغل معاك اي اس بي دوت نت، لان انت مش محتاج السيرفر وخلاص. انما في الشير بوينت لا، يعني هتكلف كتير يعني. ماشي، حد عنده اي اسئله؟ طب عاوز اوريكم برضو ايه حاجه تانية في الـ في الـ في الـ في الكونتنت تايب برضو ممكن ما كناش شفناها. لو انا مثلا يا جماعه ايه، احنا جينا في الايه في ماي دوكيمنت دي كنا زودنا كونتنت تايب صح، كان عندنا وورد وايه وباوربوينت. ينفع تيجي كده في اللايبرري سيتنج وتقوم قايل هنا ايه، والله انا عاوز اتشنج الاوردر، يعني الديفولت عندي يبقى مين الاولاني؟ يبقى هو البي بي تي، والتاني يبقى هو ايه، وممكن اخفي واظهر يعني، يبقى موجود بس مش ظاهر. فلو جيت دوست اوكي دلوقتي فترتبهم حتى هنا انت تقدر تتحكم فيه. ماشي، هو الترتيب ده بيقول ايه يعني؟ يعني دوس لما تدوس بس من غير ما تخترق يبقى مين اللي يجي؟ اكيد اول واحد. طيب احنا عايزين نتكلم دلوقتي على ايه بقى؟ اخر حاجه عايزين نتكلم عنها السكيورتي. تعالوا نرجع بس السلايد ده لايه؟ لشكله احسن بصراحه، ايه تعبني. في اغلب حاجات في الشير بوينت تلاقي دايما سيب فوق وتحت، عشان الفورمه كبيره وانت كنت تحت ما تطلعش فوق، ولو كنت بتغير فوق بس تسيب من فوق. بيحاول يريح، ما تيجي نقدت بقى ما تيجي نقدت ونشيل شويه اللينكات دي. صح، عشان بس تبقى اللينكات ايه تحت ايدينا يعني. طيب
انا عاوز اعمل ايه دلوقتي بقى؟ عاوزين نتكلم على موضوع السكيورتي في الشير بوينت. شير بوينت ده ويب سايت دايناميك لحدود ابعد من اللي كنا بنتكلم فيها في الاي اس بي دوت نت، بمعنى ان الصفحات نفسها بتبقى فرنت، يعني ما اعرفش، يعني انا سلمت الابلكيشن للكلاينت هو يقدر يعمل صفحات ولا لا؟ مش هيحتاجني ولا اي حاجه، هو عنده شويه الكومبوننت بتوعه يعمل الصفحه ويحطه، ولو ينفع هو حتى يعني لو ممكن افرض كومبوننت عجبه على الانترنت ممكن يشتريه وينزله عنده على السايت بتاعه ويحطه يشتغل عادي خالص، صح ولا لا؟ فالموضوع ايه؟ دايناميك بس بحدود اكبر بكتير من اللي كنا بنفكر فيها. طيب فهل السكيورتي انجن اللي احنا كنا بنستخدمه قبل كده اللي هو بتاع رول بروفايدر مثلا يقدر ينفعنا هنا في الشير بوينت؟ فكروا في الموضوع شويه كده. هو انا كنت ينفع العب في الرولز في الران تايم في الاس بي دوت نت؟ يعني بمعنى هل ينفع كنت في الران تايم ازود رول؟ ولا ينفع؟ هو ينفع كداتا بيز بس ما ينفعش كاي اس بي دوت نت. مش انت بتيجي تكتب في الويب دوت كونفج بايديك الاو رول كذا الاو رول كذا ديناي رول كذا؟ جيت انا مثلا كان عندي ادمنستريتور وستودنت اول ما بدات الابلكيشن خلصت وببلشت افتكرت ان في رول اسمها تيتشر قمت مزودها في الداتا بيس عادي خالص زي الفل وضفت عليها ناس هيعملوا ايه بقى؟ ولا اي حاجه، مش هيعملوا اي حاجه صح ولا صح؟ ولا اي حاجه مش هيعملوا عادي مش هيعملوا حاجه لغايه ما غير فين؟ في الويب دوت كونفج. طب هو انا هقعد بقى يعني لو انا عاوز اعمل حاجه دي زي دي في الاي اس بي بمشي واحط الويب دوت كونفج جنبي مثلا؟ مش هينفع. طب لو احنا فكرنا ان احنا عاوزين نعلى بالاي اس بي دوت نت شويه ونخليه سبورت ان الحاجات دي تبقى دايناميك نعمل ايه؟ نحاول نفكر كده. اخلي الويب دوت كونفج يتلعب بيه في الران تايم؟ يعني ما تخليش فكرك ايه يبقى في نفس يعني حاول تبعد من الموضوع انسى الويب دوت كونفج. خلي البيج تبقى جيم نت ريس كلها على بعض زي ما عرفنا قبل كده. ما هو بعدين هعمل ايه برضه في السكيورتي؟ يعني خلينا عشان ما نصعبهاش قوي مش هنتكلم على اجزاء من الصفحه، خلينا نتكلم على الصفحه نفسها. ان الصفحه دي تظهر بالرول او لا؟ ما البيج كلها حطها داتا بيز. البيج كلها سايبها داتا بيز وعارضه بالداتا بيز. ويبقى الرولز في الداتا بيز وتتشيك عليها. ماشي ده فاليد ينفع ماشي منطقي. فساعتها الويب دوت كونفج ما بقاش ايه ما بقاش بتستخدمه زي الاول، بقيت بتشيك بالكود. هي انت قربت الفكره اللي انا عاوز اقولها لك او اللي احنا عاوزين ايه؟ اللي انا كنت عاوزكم توصلوا لها. انت عندك كلام ثاني يا شريف؟ ما انا لو عملتها على الفولدر في الويب دوت كونفج مش هعرف اغير فيهم فرونت تايم. انا عاوز اغير فيهم والابلكيشن شغال. صح؟ الويب دوت كونفج لو غيرت فيه لازم اوقف السايت مش هينفع. ما مش هينفع. ما ده اللي بقوله بقى. انا عاوز اقدر اعمل ده. يعني الابلكيشن يبقى شغال وده يحصل. طب احنا ما احتاجناهوش ليه في الاس بي دوت نت؟ ولا بكريت بيجي في الران تايم صح؟ ولا الرولز دي في الران تايم دايناميك صح؟ ولا اي حاجه. يعني انا فاكر لما كنت بدرس اي اس بي في النزهه فهم سالوني ايه؟ باشمهندس هو صفحه كريت رول دي شكلها عامل ازاي؟ عشان كنت بكريت رول بالفانكشن رولز دوت كريت رول. طب انا عاوزينها صفحه، انا قلت لهم عادي هيبقى تكست بوكس وديسكربشن بس انتوا مش هتعملوه، يعني ايه مش هنعملها؟ انت محتاج تعمل صفحه كريت رول في الابلكيشن؟ هتكريت رول ليه اصلا؟ الرول اصلا مش انت مش محتاجها عشان هي مش دايناميك للحد ده. هو الابلكيشن من الاول في الاي اس بي دوت نت بادئ برولز خلصانه. لو ضفت رول في الران تايم لا يا حبيبي تعالى بقى من الاول بقى، هو رولز دي المفروض تشوف ايه؟ شوف صفحات كذا وكذا وكذا، لف بقى عليهم واديهم ايه؟ بريفليج عليهم في الويب دوت كونفي. لا الحته دي المفروض تختفي في الرول دي، لف بقى في الكود ويف كونديشن ولا تحط فورم ولا لوجن فيو صح؟ ولا وات ايفر اللي انت هتعمله. ده كله لو انت شغال ايه؟ في السي شارب. يعني ايه في السي شارب؟ كان في رول بروفايدر في السيشن. انتوا غيرتوا رول قبل كده في اس بي ابلكيشن؟ انا بتكلم على الديفولت. انا بتكلم على الديفولت. ده بيحصل؟ لا ما بيحصلش، ما بغيرش في حاجه. الرولز موجوده خلاص. الرولز موجوده وانا حطيتها في لوب دوت كونفج وماليش دعوه. في الشير بوينت ده مش نافع، ليه بقى؟ الصفحات في الران تايم بتتكريت صح؟ الداتا في الران تايم بتبقى موجوده. البرميشنز نفسها ما اعرفهاش، انا ما اعرفش انت عاوز تعمل ايه. لو انا عاوز اعمل حاجه زي دي يا جماعه بنعمل ايه بقى؟ هنفكر في حاجه ابعد من الرول شويه. اللي هي اسمها ايه مثلا؟ ننزل لليفل ادق اسمه بريفليج. فنيجي نقول مثلا ان في بريفليج اسمها اد واديت وكريت وديليت. دي كده اسمها ايه؟ بريفليج. ماشي؟
واجي واجي من البريفليج دي اعمل رابطه بينها وبين ايه؟ بين الرولز، وابقى في الكود بتشيك على البريفليج مش على الرول. فالرول دي تبقى ايه؟ كونتينر اوف بريفليج. مثلا مثلا ان هو يقدر يكريت ويديت ويديليت كانتري، ده بريفليج. كريت ويديت ويديليت سيتي، ده بريفليج. دول ثلاثه سته. انه يكريت ويديت ويديليت واتيفر بقى كل تيبل كده ماشي، وابدا بقى كومباين دول مع بعض كده في رول واحده. مثلا مثلا كان كريت ده يقدر يكريت اي حاجه في الدنيا. اقول له فيها ايه؟ انه يقدر يأد في التيبل اللي اسمه كانتري، في التيبل اللي اسمه سيتي، في التيبل اللي اسمه واتيفر. ودي هو ادي لحد الرول دي انه كان كريت ماشي. يبقى في الران تايم لو هو كان كريت يبقى اي فانكشن انسرت يقدر يعملها، اي زرار اد يقدر يدوس عليه، اي صفحه كريت يقدر يستخدمها. بتكلم على اي اس بي ابلكيشن ماشي. فانت هتضطر تنزل بالليفل شويه انك تعمل ايه؟ حاجه تحت اسمها بريفليج، وبعدين تعمل رول وتبدا تختار من هنا لهنا. والبريفليج دي لازم تبقى ثابته برضو، ما ينفعش تكرر في الران تايم. ينفع استخدم منهم انما هم ايه؟ ثوابت. بس ده هتشيك الكود اه طبعا خلاص. ممكن ساعتها في الران تايم اعمل رول اسمها حماده دي فيها شويه بريفليج دول اللي هم ثابتين، فيها كذا ودي كذا وهم ثابتين وانت عارف دول بيعملوا ايه صح. بس خلاص ساعتها هتبقى اه بقى في رول او كل حاجه، واقدر احط يوزر في رول وكاري رول في الران تايم. بس الرول دي واخده من بريفليج اللي هي ثابته. بس الطريقه انزل لتحت شويه، يعني انزل لتحت شويه اتكلم على مستوى تقريبا الفانكشن صح. فالفانكشن دي مش هعرف يعمل لها كول غير اللي معاه بريفليج كذا، يفرق معاه في رول ايه؟ ده اللي موجود في الام سي تقريبا، يعني الاتريبيوت موجوده. لا ده اوثرايز ده برده بياخد رول، مفيش بريفليج. بس بقى ده بتحط اوثرايز على اكشن معين، اكشن مثلا ايوه يعني ماشي، بس بتحط عليه رول برده ماشي بقى. اه يعني هو ممكن يبقى قريب من المعنى اللي احنا بنتكلم فيه بس مش نفس الطريقه يعني. ماشي يا جماعه. طيب الام الشير بوينت بقى عمل ده ازاي؟ الشير بوينت مبدئيا بدل ما بقاش عنده حاجه اسمها رولز، امال بقت عنده اسمها ايه؟ بقت اسمها جروبس. يبقى الشير بوينت بدل الرولز خلاها ايه؟ جروبس، يعني نوع من انواع ايه؟ الفرفشه يعني. خلي اسمه كده حلو كده عشان ايه؟ نعرف نشتغل. طيب هل الجروب ده في حد ذاته عباره عن بريفليج؟ لا ده كونتينر. طب الكونتينر ده علشان ياخد بريفليج معينه، البريفليج بريفليج في الشير بوينت اسمه ايه؟ اسمه بيرميشن ليفل. ايه؟ تقريبا. يبقى الجروب اصلي بياخد الرولز بتاعته من حاجه اسمها بيرميشن ليفل. طب والبيرميشن ليفل ده بيتكون من ايه؟ من مجموعه بيرميشن. البرميشن دول ثوابت لا يمكن الايه؟ اللعب فيهم، ما اقدرش اغير فيهم. فهو عنده برميشن اسمه كرييت ايتم ان ليست، عنده برميشن اسمه كرييت سايت، مانج سايت ماشي، ديزاين سايت مثلا. طيب دول كده الايه؟ البرميشن بيلمهم مع بعض في حاجه اسمها برميشن ليفل. فيقوم مثلا عامل ايه؟ اللي واخد كل حاجه ده اعمله برميشن ليفل اسمه فول كنترول. يبقى عندنا البرميشنز دول الاستاتيك، الثوابت اللي هم ايه الثوابت؟ انه يقدر يكريت ايتم في ليست، يقدر يديليت ايتم في ليست، يقدر يديت ايتم في ليست، يقدر يديليت الليست، يقدر يديت في الليست، يقدر يفيو الليست ماشي، يقدر يعدل البرميشنز بتاعت الليست، يقدر يعدل البرميشن بتاعت الايتم، يقدر يكريت سايت، يقدر يديليت سايت، يقدر يمانج البرميشنز بتاعت سايت، يقدر يديت في سايت، يقدر يفيو سايت. دي كلها برميشنز واكتر من كده. دول الاستاتيك، عمل كل الفيتشرز اللي موجوده في اي حاجه احنا عملناها اذا ايه؟ اذا بيرميشن. خلاص؟ لسته طويله عريضه كده هنشوفها دلوقتي. دول الاستاتيك ما ينفعش ازود عليهم. فيهم كل الفانكشناليتي اللي في حاجات الشير بوينت، انت مش محتاج غير كده اصلا. يعني هو عم يديك مثلا بيرميشن اسمه ايه؟ انك تقدر تفتح الفولدرز، انك ما تقدرش تفتح الفولدرز، او انك تفيو الفولدر، انك تقدر في فولدر، انك تقدر في بيج، انك ما تعملش ايديت في بيج، انك تقدر بيج، انك تديليت بيج، انك كل حاجه، كل ما تتخيله. بعد ما عمل دول كلهم قال لك بقى هو انت طول ما انت ماشي هتقعد بقى تختار لي من دول هيبقى كتير قوي. فانا هقوم عامل لك ايه؟ كونتينر اكبر منهم اسمه ايه؟ بيرميشن ليفل. بيرميشن ليفل ده عباره عن ايه؟ كوليكشن اوف بيرميشنز.
شويه برميشنز على بعض كده. فانت مثلا تيجي تقول انا عاوز اعمل برميشن لمثلا الناس اللي لها فول كنترول، دول ياخدوا ايه؟ هياخدوا كل البرميشن. تقوم انت سيلكت كل البرميشنز وتقول له كاريكي واحد اسمه مثلا فول كنترول كده، بقى معايا برميشن ليفل ينفع يعمل اي، اللي هياخده ينفع يعمل اي حاجه، اللي هياخده ينفع يعمل اي حاجه. طيب عاوز اعمل برميشن ليفل تاني للناس اللي ينفع اللي تقدر تشوف بس، فديهم فيو على الايكونز ماشي، وفيو على الليست، وفيو مثلا على السايت، ده بيشوف بس ما بيعملش اي حاجه ثانيه. والكونتينر ده سميه ايه؟ فيو برميشن ليفل، دول اللي بيشوفوا بس. تمام كده انا بقى معايا كولكشن اوف رولز بتقول ان ده يقدر يفول كنترول، وكولكشن اوف رولز بتقول ان ده يقدر يفيو بس. فاضل بقى خطوتين بعد دول. ايه الخطوتين؟ هو يقدر يعمل ده على ايه؟ وهو مين اصلا؟ دول السؤالين اللي فاضلين. هو مين البني ادم ده؟ هو يقدر يعمل ده على ايه؟ تاني يعني مش ممكن اجي في لسته معينه اقول له لا انا مش عاوز يعمل حاجه. افرض انا عاوز كده، يعني انا بديله برميشن انه ينفع يأدت في كل الليست دلوقتي. افرض انا عاوز يجي على لسته معينه ما يعملش إيدت، صح؟ يبقى دي حاجه انا عاوزها. الحاجه الثانيه هو مين اصلا الشخص؟ يبقى انا محتاج الاول اقول هو مين البني ادم. البني ادم ده اللي هو مين يا جماعه؟ حاجه من اثنين، يا جروب يا بني ادم يا يوزر، ماشي؟ يا جروب يا يوزر. طب الجروب ايه الفرق بينهم اليوزر؟ كولكشن اوف يوزرز. يبقى الجروب ده كونتينر فيه شويه يوزرز ليهم برميشن معين، ده ديفولت برميشن خدوه لما بقوا في الجروب. طب خدوه على ايه يا باشمهندس؟ على اي حاجه في السايت ده، خلاص. طب انا جيت بقى في لسته معينه مش عاوزهم ياخدوا البرميشن ده، اعمل ايه؟ مش احنا متفقين ان احنا شغالين بمبدا الانهيرتنس؟ فهم لما خدوا البرميشنز دي من السايت بقوا واخدين نفس البرميشن على اي لسته جوه السايت. ليه؟ اصل الليست بتنهرت البرميشنز بتاعها منين؟ من السايت. يبقى انا المفروض اعمل ايه في الليست؟ ابريك الانهرتنس، اقول له لا انت بقى بالذات ما تاخدش حاجتك منين؟ من السايت. تعالى بقى كده شيل الجروب ده خالص، مفيش برميشن، ماشي. انا بسمي الموضوع ده الرابطه الثلاثيه. يعني هو عامل ازاي؟ لازم تقول لي جروب ايه؟ ليه برميشن ايه؟ على ايه؟ يبقى محتاج ليست او سايت او وات ايفر المكان اللي انت عاوزه، زائد البني ادم او الجروب، زائد هو يقدر يعمل ايه. دول الثلاث حاجات دول لازم تحتاجهم ايه؟ مع بعض. طب لو انا اديت بس برميشن ليفل مع جروب، ده معناه ان كل اللي بينهرت البرميشن من السايت اللي انت اديت عليه الحاجات دي هيبقوا عندهم نفس البريفليج دي على اي حاجه. بس ده مش معناه ان الرابطه الثلاثيه دي ناقص منها حاجه اللي هو المكان، لا. هو المكان ده هو عشان كل الحاجات اللي جواه اللي هي نسب وسايت ويب سايت بتنهرت منه برميشنز، بقى هو ده الرابطه الجزء الثالث اللي كان ناقص، صح؟ طب حبيت اكسر الرابطه دي، اقوم جاي عند اليمنت معين كسر الرابطه دي، فساعتها لا تعالوا بقى هو انتوا مين؟ لا انت كجروب كذا انا هديك برميشن ثاني خالص في الحته دي، مش هديك فول كنترول مثلا، هديك حاجه ثانيه، مش هديك فيو، هديك اديت. انا طبعا هعمل اكيد ديمو على الموضوع ده، بس انتوا فاهمينه بصفه عمديه كده. في حد لسه مش فاهم اي حاجه من اللي انا قلتها؟ لو انا في حته معينه، لو انا عاوز اعمل ده، ماشي. بس برضو الموضوع وصل في الاخر لايه؟ للستاتيك ليفل، خلي بالك ما تقدرش تعملها غير كده. طيب تعالوا نشوف الكلام ده. اوصل لموضوع السيتنج ده اللي قصدي السكيورتي ده منين؟ مش انا عاوز اعمل سكيورتي في السايت، هاجي اقول له سايت سيتنج، هلاقي في سيكشن اسمه ايه؟ يوزرز اند بيرميشنز. اول واحده فيها اسمها بيبول اند جروبس، اللي هم الناس والايه؟ والمجتمع. فايه؟ نفتح بيبول اند جروب، هتلاقيه في الجنب هنا عامل لك ايه؟ دول كل الجروبس اللي في السايت ده. لو قلت له مور هتلاقيه مديك ايه؟ ليست اوف جروبس هايلين يعني، شويه حبه حلوين يعني. بص الديفولت اللي بينزلوا هتلاقيهم دايما ايه؟ واحد بيبقى دايما بيبداوا باسم السايت، وكلمه ممبرز، وكلمه اونرز، وكلمه فيورز، في واحد تاني، وفي فيزيتورز. دول الاربعه اللي هتلاقوهم عندكم انتوا. طب الباقيين دول بينزلوا على ايه؟ على حسب السيرفيسز اللي موجوده. دول جروبس؟ اه دول جروبس. ماشي انا طبعا مش هتكلم غير على دول اصلا دلوقتي. يعني تعالوا ايه؟ انا ليه ادلست عليك اصلا؟ سايت سيت اهو. يبقى خلينا في مين؟ في انا مش فارق معايا اصلا افتح واحد منهم والباقيين زيه يعني.
فتعالوا مثلا نفتح يا جماعه ايه الجروب اللي اسمه اي تي اي اونر. اي تي اي اونر ده في مين؟ دول اليوزرز اللي في الجروب بقى. انا ادمنستريتور، انا اونر. طيب انا كده بقى معايا ايه؟ اول حاجه لا معايا حاجتين دلوقتي يا طارق من الرابطه الثالثه الثلاثيه اللي قلت لكم عليها. اول حاجه منهم اللي هي مين؟ البني ادم او الجروب. انا معايا، انا واقف في جروب مين؟ الاونرز. طب الثانيه اللي معايا مين؟ المكان. انا في السايت اللي اسمه ايه؟ الروت سايت بتاع السايت بتاعنا، صح؟ فاضل حاجه ثالثه، البيرميشن ليفل. يعني الاونرز دول، هو عشان الجروب اسمه اونرز يبقى الناس دي جامده جدا؟ لا، الناس دي واخده ايه بقى؟ بيرميشن ليفل على مستوى السايت ده. اجيبه منين البيرميشن ليفل بتاعهم؟ نرجع تاني خطوه لورا كده، نروح السايت سيتنج تاني، هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ سايت بيرميشن. هتلاقي فيه النص التاني من الرابطه بقى. دول الجروبس، وده النوع بتاعهم، هم جروب ولا يوزر، وده البيرميشن ليفل اللي هم واخدينه. دي كده التكمله بتاعت الموضوع، واضحه؟ يبقى انا من الخطوه الاولانيه تاني، هرجع لكم تاني. هنا دول الايه؟ الجروبس. الجروبس اللي موجودين فين؟ على السايت ده، اول حته من الموضوع. خطوتين. طيب سايت سيتنج تاني وسايت بيرميشن. ده النص التاني من الموضوع، ده الجروب واخد بيرميشن ليفل ايه على السايت ده. تعالوا نروح نبص لمين؟ لاي تي اي اونر. ده واخد ايه؟ هو عشان اسم البيرميشن فول كنترول، يبقى ده معناه ان هم بيعملوا اي حاجه في الدنيا؟ لا، ده كمان كونتينر لايه؟ للاستاتيك بيرميشنز، فاكرين؟ طب اجيب منين الفول كنترول ده؟ معناه ايه؟ هتلاقي فوق هنا في لينك اسمه بيرميشن ليفلز. في شويه بيرميشنز ليفل هو بيكريتهم من نفسه، منهم اللي هو مين يا جماعه؟ الفول كنترول، شايفينه اهو، وكاتب لك ديسكريبشن هذا فول كنترول. لو دخلت جواه دول بقى كده ايه؟ شايفين؟ دول الاستاتيك بيرميشنز اللي مختار منهم اللي هو عاوزه، بس هو عشان عامل واحد اسمه فول كنترول مختارهم ايه؟ كلهم. طب ايه بقى انواع البيرميشنز الاستاتيك اللي موجوده؟ تعالوا نبص بقى. عندك اول حاجه مثلا ايه؟ مانج ليست. الاول عامل لك ليست بيرميشن، هم مقسمهم كاتيجوري. ليست بيرميشن. مانج ليست ده يقدر يعمل ايه؟ كرييت اند ديليت ليست اور اد او ريموف كولوم في الليست اند اد اور ريموف بابليك فيوز. يعني بيعمل ايه؟ اي حاجه في الاد وريموف كولومز وفيوز. صح؟ طيب اوفرلايد ليست بيهيفير ده يقدر يغير في ايه؟ انه يخليها فيها تشيك ان وتشيك اوت، انه يقدر يخليها مش عارف يلعب في الايتمز، يخلي كل يوزر ما يشوفش غير حاجته. اد ايتم يقدر ياد ايتم في ليست، يقدر يديت ايتم من في ليست، يقدر يديليت ايتم من ليست، يقدر يفيو ايتمز، يقدر يابروف ايتم، يقدر يوبن ايتم. ماشي، اوبن ايتم ده غالبا يقدر يفتحه يعني في البراوزر. يقدر يشوف الفيرجنز، يقدر يديليت فيرجنز، يقدر يكريت حاجه اسمها اليرتس. يعني ايه؟ يطلع مثلا اليرت على حاجه، مثلا ان الحاجه دي ايه بتاعته، او مثلا زي التاسكس اللي لو متاخره عندي ابعت لي مثلا كده. يعني يقدر يفيو ايه يا جماعه؟ الابلكيشن بيجز. اظن يعني كميه بيرميشنز مهوله، اي حاجه في الليست عليها بيرميشنز. طيب وبعدين سايت ايه؟ بيرميشنز اللي تنفع تبقى على مستوى السايت. انه يقدر يمانج السايت، يعني يتشنج بيرميشن، يديليت سايت. يقدر يفيو الاناليتيك داتا، يقدر يكريت سب سايتس، يقدر يمانج ويب سايت، يقدر ياد كاستم بيجز، يقدر يابلاي ستيم، يابلاي ستايل شيت. عيشوا بقى انت. عندي بعد كده ايه؟ اخر حاجه البيرسونال بيرميشنز، انه يقدر يمانج البيرسونال فيو، يعني يقدر يعمل فيو لنفسه. صح؟ ويقدر يعمل ايه؟ اد وريموف بيرسونال ويب بارتس، لو كان في ويب بارتس ليا انا اقدر اتعامل معاها، اقدر اشيلها احطها مثلا. ويقدر يابديت البيرسونال ايه؟ ويب بارتس. وينفع تكبي البيرميشن ليفل عشان لو ايه؟ لو كتير يعني عليك. ده كده الفول كنترول. طب في ايه تاني بيرميشن ليفل موجوده؟ في مثلا واحد اسمه ديزاين. طب ديزاين ده بيعمل ايه يا جماعه؟ بيمانج ليست واخد كل حاجات الليست، بس في السايت ما يعرفش ياد غير بيج، ويلعب في الثيمز، ويابلاي سي اس اس، وبراوز، يعني يقعد يلف. يعني براوز دي فيتشر، ده اوبشن هم مديهوله. ايه؟ يقعد يلف في السايت. لا مش انه يلف، يعني انه يقدر ينافيجيت السايت. لان انت ممكن تقول له ما ينافيجيتش السايت بس يشوف الليست. ماشي؟ فما يقدرش يعمل كل حاجه، ما يفتحش الصفحات كلها ولا فيو كونتنت ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده. هو انا دخله على الليست على طول ومديله لينك يدخله على الليست اللي انا عاوزها. مثلا ما يقدرش يديت في البرميشن.
ويعمل كل حاجه في البيرسونال. مدي حضرتك امكانيه ان انت تعدل يعني تضيف. لو انا عاوز ما هو الوحيد اللي مقفول الفول كنترول وتلاقي ليميتد اكسس دول. الباقيين كلهم انا اقدر اعدل واقدر اكريت. ما ليه اقدر اكريت؟ لان انا هختار من الاستاتيك. طب في اتنين برضو مهمين تعرفوا الفرق بينهم، فيو اونلي وفي واحد تاني اسمه ايه؟ ريد. ايه الفرق بينهم؟ في الريد تقدر تداونلود الفايل لو ينفع، فيو اونلي لازم تشوفه على السايت بس. ده الفرق بينهم. يعني في الريد مديك اوبشن لو ينفع حاجه تداونلود تداونلود، لو انت فيو اونلي ما ينفعش تداونلود اي حاجه اصلا. طب لو عندي صوره هعرف اداونلودها كده كليك سيف از. انا بكلمك على الفيتشرز الموجوده في الشير بوينت. يعني ايه؟ يعني لو في فايل مثلا في لايبرري ادوس عليه بيداونلوده مثلا. لو انت فيو اونلي مش هتعرف تداونلوده، لو انت ريد هتعرف تداونلوده. بس انا بتكلم على فايل في لايبرري مثلا، مش على صوره هتدوس عليها كليك يمين سيف. اصل ده اتش تي ام ال ده ماليش دعوه بيه. بكلمك على الشير بوينت نفسه. يعني البرميشن دي للناس فرونت تايم صح كده؟ كده كده اقدر اكريت واحد زي ده دلوقتي مثلا. انا بقى البرميشن بتاعي انا فول كنترول، لان انا في جوه جروب اسمه ايه يا جماعه؟ نرجع للرابطه بتاعتنا. هو انا في ادي سايد كونتنت بيبول اند جروب اسمه اونر. انا في جروب اسمه اي تي اي سمارت اونر صح؟ طيب سايد سيتنج، هو الاونر ده على السايت واخد ايه؟ ابص واخد ايه الاونر؟ بيرميشن اسمه فول كنترول. اروح في البيرميشن ليفل اسمه فول كنترول، يبقى انا كده واخد ايه؟ كل البيرميشنز دي. واضحه يا جماعه؟ يبقى كان الرابطه دلوقتي بقت بين ايه وايه؟ جروب وبرميشنز بس. يعني هو ده بس كونتينر عشان ما اقعدش اكتب لك انه عنده كذا وكذا 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 كتير. فخلاص دول كده مع بعض اسمهم فول كنترول. طب انا لو عاوز اكريت برميشن ليفل اقدر اجي اقول له برميشن ليفلز اد نيو برميشن. انا مش هكريت برميشن بس هوريكم فيتشر لطيفه. افرض انت جيت قلت له اديت ايتم، بص انا تشيك عملت تشيك، عمل هو تشيك لايه؟ اصل في بيرميشنز ما ينفعش تاخدها لوحدها. يعني انت ما ينفعش اديت من غير ما تفيو. ماشي. فانت الاول اما تقول لي اديت انا اقول لك تفيو، لما تقول لي اد انا اقول لك فيو. واضحه يا جماعه؟ حد عنده مشكله؟ طب ما تيجي نكريت يوزر كده ونحطه في جروب في رول تاني ونتفرج هو شايف ايه. طب ازاي كريت يوزر في الويندوز سيرفر؟ هتسدد بقى الويندوز سيرفر. هتلاقي في ادمنستريتيف تول في حاجه اسمها اكتف دايركتوري يوزرز اند طيب فانا هلاقي هنا يوزرز اهو صح؟ هاجي اقول له كليك يمين اد نيو يوزر. ماشي. هو انا عموما كنت عامل يوزرز للطلبه بتوع ايه؟ يو اي. انا كنت مخلي يو اي اصلا شغالين على ماشين عندي. فممكن ناخد اي حد منهم يكون اسمه صغير كده، مونا مثلا عشان اسمها ايه؟ اربع حروف حلوين. فاحنا كده عندنا يوزر اسمه مونا. انتوا عارفين ازاي كريت يوزر اصلا؟ كليك يمين هنا ونيو يوزر. هقول لك اسمه ايه؟ والباسورد ايه؟ واسمه على الدومين يبقى ايه؟ بس كده خلاص. ماشي؟ طيب. فانا هاجي مثلا هنا ايه؟ هل لو انا جيت دلوقتي يا جماعه ناخد اليو ار ال ده كوبي وافتح برايفت سيشن لايه؟ لمونا اهو. سالني يوزر نيم وباسورد، فانا قلت له ايه؟ منى والباسورد بتاعتها. قال لي ايه؟ طب هو بيقول ليست ليه؟ هو مش المفروض ان انا داخل سايت؟ لا انت داخل ليست. مش انت في الهوم بيج والهوم دي فايل في لايبرري؟ يبقى انت بتفتح اللايبرري. صح؟ انت عايز تشوف ايتم جوه لايبرري. فعشان كده ما قالكش سايت، يعني قالك ليست. اكيد ينفع تكستمايز في المسج، بس انا بقى ايه عاوز افهمك هو اصلا ليه قال كده؟ ليه قال ليست ما قالش سايت؟ هو بالنسبه له انت داخل تفتح ايتم في لايبرري فما قالكش برميشن. طب هو الليفلز بتاعت البرميشن، يعني اقدر ادي برميشن على ايه في الشير بوينت بالظبط؟ تقدر تدي برميشن على مستوى السايت، تقدر تدي برميشن على مستوى السايت كوليكشن طبعا، تقدر تدي برميشن على مستوى الليست، تقدر تدي برميشن على مستوى الايتم. يعني انا ممكن جوه ليست يبقى حد ليه برميشن يفيو الليست كلها الا الايتم ده ما يشوفوش. ماشي؟ ممكن اعمل ديوز بقى للليست لا دي قصه ثانيه. اقف عندها دلوقتي عشان ايه ده موضوع بساله في اخر خالص لما اخلص البرميشن. انا قلت لك كل الليفل اوف برميشن المتاح. هل انا قلت دلوقتي يا جماعه ان انا عندي برميشن ان انا اشيل كولوم او اعرضه بيزد على مين اللي داخل؟ لا ده مش موجود في الشير بوينت. هل انا عندي
بيرميشن على الفيو لا ده مش اوبشن في الشيربورد. طب ينفع اعمل حاجه زي دي؟ ينفع بس دي كاستم ده محتاجه ديفلوبمنت ومش مش حاجه سهله ماشي. ممكن ابقى اوريكم تول بتعمل ده في قدام شويه. طيب يبقى الليفلز اللي عندي على مستوى السايت كوليكشن طبعا على مستوى الابلكيشن على مستوى السايت كوليكشن على مستوى السايت على مستوى الليست على مستوى الايتم وبالمثل على مستوى اللايبرري وعلى مستوى الايتم وينفع على مستوى ويب بورت لو انت عايز طبعا. طيب تعالوا نجرب كده نعمل ايه. ندي بيرميشن لمنى دي انها تبقى فيزيتور للويب سايت. طب الفيزيتور ده البيرميشن بتاعه ايه؟ اتاكد. فانا اروح هنا اقول له هنا ايه سايت سيتنج سايت بيرميشنز اي تو اي فيزيتور ده على السايت بيعمل ايه يا جماعه؟ بيريد بس. يبقى كده لو انا عملتها حطيتها في الجروب ده هتقدر تريد بس صح. فانا هاجي اقول لها ايه نيو. طيب اديها هنا بيرميشن اقول لها ايه قصدي اعمل هنا ايه اكتب اسم اليوزر. فبقول له ايه منى. هيعمل هو سيرش فيقول ايه في يوزر اسمه منى واحد اوكي هو ده شير. طبعا لان انا شغال على اليوزرز الاكتيف دايركتور كده. منى بقى لها بيرميشن تو فيو صح. طب ما تيجي نعمل ريفرش. منى دخلت الويب سايت اهو منى اهي صح. طب انا شايف ايه دلوقتي؟ شايف الصفحه. طب لو فتحت السايت كونتنت شايف الليست. طيب ولو جيت على السيتي مثلا شايف الليست بس مش قادر اعمل ايه؟ مفيش نيو ايتم. طب ولو وقفت على ايتم كده ودوست هنا ماليش بيرميشن غير ان انا فيو. ليه؟ ما الليسته دي واخده البيرميشنز بتاعتها منين؟ من السايت. مش هتتفق على كده؟ هي ليها بيرميشن تعمل ايه؟ تريد. طب الريد ده وظيفته انه يعمل ايه؟ انه يقدر يقرا داتا من اي حته. هو مديله بيرميشن ريد ده انه يشوف الداتا بتاعت السايت بتاعت الليست بتاعت كل حاجه صح؟ بس ملوش بيرميشن لا اد ولا ادت. يبقى قادره تفتح الليست ولا لا دلوقتي؟ يبقى انا لما جيت اتفرج انا كنت انونس فاكر لما فتحت السايت اللي وريته لكم. فهو مدي الانونس بيرميشن انه يريد. فالانونس قادر يفتح شويه ليست. طب انا عاوز منى تشوف كل الليست الا الليسته بتاعت السيتي دي ما تعرفش تفتحها. اعمل ايه؟ هقوم رايح اروح بقى. يبقى احنا الرابطه بتاعتنا الثلاثيه دي وقفت عند حته في مكان عاوز اغيره يبقى اروح للمكان ده. فانا هاجي اقول له سايت كونتنت سيتي وانا ادمنستريتور. جيت قلت له ليست ليست سيتنج هتلاقي في لينك اسمه ايه بيرميشنز فور ذيس ليست. لقيته بيقول لي ايه باي ديفولت انا واخد كل الجروبس اللي الراجل اللي هو بيرنت بتاعي واخدهم بنفس البيرميشن شايفينهم هم صح. فانا هاجي هنا وقايل له ايه لا انا عاوز اعمل ستوب انهيرتنس. النبي يا عم ايه مالكش دعوه بينا. واقوم جاي هنا وقايل لها اقول هو انت عاوز منى بعينها؟ لا انا مش عاوز منى بعينها اللي لها بيرميشن انا عاوز فيزيتورز. الفيزيتور دول انا مش عاوز اديهم هنا بيرميشن خالص. فقمت عامل تشيك قال لي فوق ايه ريموف يوزر بيرميشن. قلت له ريموف يوزر بيرميشن شلتها خالص اهي. طيب تعالوا نعمل ايه نرجع تاني لمنى. لو انا رحت سايت كونتنت هي لسه شايفاها اصلا هي المفروض حتى ما تشوفهاش كلينك ايا كان هي لما جيت اخش عليها قال لي ايه ما مع نفسه زي السايت هذا مش عارف ايه اي كلام. تعالوا نرجع تاني كده مفيش. انا مش متاكد هي ليه شافتها بصراحه يعني المفروض ما تشوفش الليست حتى بس لما جينا فتحنا هو مش عارف يدخلها ماشي. طيب حاجه تانية عاوز على الليست بتاع ابلويدي يا بتقدر تدخل عاوزها ما تشوفش الايتم رقم 3 اعمل ايه اللي هو امبلوي 3 ده هو مرايح هناك ومجايب هنا ايه سايت كونتنت امبلوي هي امبلوي بس صح واجي هنا اقف كده وهو مايل له ايه شير ويز اقول لا ادفانسد هي بيقول لي خلي بالك اللي شايفهم ادمنستريتور ومون الاثنين دول شايفين الايتم ده فانا قلت له لا ادفانسد قام وديني على نفس الصفحه اللي فاتت اقدر اقول هنا ايه ستوب انهيرتنس هو كان واخد الحاجه برده من السايت فلما قلت له ستوب انهيرتنس اداني الفيزيتور قلت له لا يا عم الفيزيتور ده ما يشوفش حاجه تعالوا نريفرش هل في لا انا اصلا شغال على جروب دلوقتي لان كنت حاطط منى في جروب ينفع اعمل يوزر بعينه ينفع اوريها لكم برضه هنا دلوقتي بقت الداتا اللي قدامي يا جماعه 1 2 4 مش شايف الايتم رقم 3 اصلا الميزه بقى هنا كمان ايه انها مش هتشوف الايتم رقم 3 ده حتى لو انا حاطه في ابورت في صفحه ثانيه ما عملهاش بيرميشن انا مش عارض لها الداتا دي
صح؟ الدنيا كلها مسمعة ايه؟ في بعضها، صح ولا لا؟ طيب لو انا عاوز اخلي منى، يعني منى مثلا دلوقتي تقدر تعمل كده وتيجي في السايد بيجز دي، تقدر تفتح هي ايه الصفحه دي كريتت امتى؟ خلي بالكم لما جينا عملنا انيبل الفيتشر بتاع الكوميونتي بيزود 10 صفحات كده. طيب جيت زودت الفيتشر بتاعت ايه، او اسف يعني مش عاوز اشوف الصفحه بتاعت ماشي ويب بارت بيجي دي، يعني هقدر تفتحها هي شايفاها صح؟ طب عاوز اخليها ما تشوفهاش اعمل ايه؟ نفس الكلام بالظبط، هقوم رايح على السايت كونتنت، هو قايل له ايه فين البيجز يا عم؟ السايت بيجز اهي، انهي بيج دي؟ اهو شير، لا بلاش كده، شير ويز ادفانسد، هو جاي هنا قايل له ستوب انهيرتنس، وايه هنا؟ بلاش فيزيتور، ينفع اديت يوزرز بيرميشن ماشي، بس هو كده هيلعب في الجروب كله، انا مش عاوز اعمل كده يعني بلاش. يعني لو جيت شلت هنا دلوقتي، تعالوا نجربها حتى، رجع تاني كده، جيت وقفت هنا وقلت له اديت يوزر بيرميشن، شلت ده دوست اوكي، لازم اسلكت واحد، ما انا مش عاوز اصلا مديها، كنت مديها اقل حاجه، فلو اديتها دلوقتي حاجه تانية هتبقى اكبر من اللي كان فيه ماشي، ممكن اخليه فول كنترول. تعالوا نشوف هيحصل ايه بقى. ده دلوقتي يا جماعه واخد ايه؟ فول كنترول، يعني الجروب اللي اسمه ايه؟ فيزيتور. انا جيت فتحت سايت كونتنت اهو، سايت بيرميشنز، بس يبقى كويس. لا خالص، يبقى اللي انا عملته ده حصل على مستوى ايه؟ الليست. يبقى لما قلت له ستوب انيرتنس فصل الريليشن منهم خالص. فبقى الجروب ده، يعني بص دلوقتي لو انا رجعت تاني على دي، فتحت له ايه؟ سايت بيجز لايبرري، احنا كنا واقفين على الايتم ده صح؟ شير ويز، شايفين فيزيتور هنا واخد ايه يا جماعه؟ فول كنترول، بس على السايت هو مش واخد فول كنترول، عشان عملت ستوب للانيرتنس. لما كنتش عملت ستوب للانيرتنس على فكره، اي حاجه بتغيرها كانت هتغير في كل حاجه. طيب تعالوا نيجي ايه؟ نفتح تاني. هو اصلا ينفع اغير في حاجه فيهم من غير ما اعمل ستوب للانيرتنس؟ ينفع اغير؟ لا ينفع اخش جواهم واغير، يعني اصل هو بيبقى مديك لينكات، فانا ساعتها ممكن افتح الجروب نفسه، بس ساعتها الناس بتحس ان انا كاني لسه في الليست، بس انا مش ببقى في الليست، ببقى في السايت. طيب بصوا شايفين ما كانش عندي اوبشن هنا اديت صح؟ بقيت قادره ايه منى تاديت، بس لو دخلت مثلا على ايه؟ على الهوم، مش قادره ايه تاديت، اصلها ليها بيرميشن على مين؟ على صفحه معينه فول كنترول، بس الباقي لا. واضحه يا جماعه؟ حد عنده مشاكل؟ هو ده الموضوع بتاع البرميشن في الشير بوينت والبرميشن ليفل. طب بالمره بقى، افرض انا عاوز ادي يوزر بعينه برميشن، انا ممكن اعمل ايه؟ اجي كده هنا مثلا واقوم قايل جرانت برميشن، طبعا لازم ابريك انهيرتنس برضه، واجي اقول له جرانت برميشن، فبيقول لي لمين؟ فانا ممكن اقوم قايل له مثلا ايه؟ ليه؟ مش عارف، في يوزر تاني حسن مثلا، او قال لي في يوزر اسمه حسن. شو اوبشنز انت عاوز تدي البرميشن ليفل اسمه ايه على طول بقى؟ ما بقاش في جروب، بقت البرميشن ليفل مع المكان مع البني ادم. فانا جيت هنا اديته برميشن ليفل على ايه؟ مستوى ايه عاوز تدي له ايه انت؟ ايديت شير كده. بقى حسن ليه برميشن ايديت في الليسته اللي احنا ايه فيها دي؟ احنا في انهي ليست؟ في او على الايتم ده. يبقى حسن يقدر يشوف الايتم ده صح، بس ما يقدرش يشوف غيره، لان احنا مش مدين لحسن برميشن في اي حته ثانيه، فلازم حسن يبقى عنده لينك يدخله على الصفحه دي على طول، وفي صفحه يعني مش هجيب له لينك من هنا، لازم اعمل لينك في ايديه. فطبعا اللي احنا بنعمله ده اكيد مش المفروض يحصل. هو اللي المفروض يحصل ايه؟ ان يبقى في صفحه فيها اللينكات اللي هو هيشوفها تظهر له وتتخفي وتخفي له على حسب البرميشنز بتاعته، هو يدوس عليها يخش على الصفحه على طول، ملوش دعوه بقى الصفحه دي في سايت مش في سايت، انا ماليش دعوه صح؟ يعني ما ينفعش تخلي يوزر عطريه برميشن اول ما يخش على صفحه معينه؟ ازاي اعملها دي؟ لا ما اقدرش. هو انت بتعمل السايت وبتحط لينكاتك، هو اللينكات المتاحه بتظهر له يخش عليها، واللي مش متاحه ما بيظهرلوش. اللوجن انا هتشيك هو على البرميشن بتاعته على حسب هو البرميشن كذا، واقدر اخليه. هل صفحه اللوجن معاك؟ لا. لما تعمل كاستم لوجن تنفع تعمل ده، بس لغايه دلوقتي لا ما اقدرش صح؟ طب تعالوا بالمره نعمل ايه؟ نكريت سب سايت نشوف ايه اللي بيحصل. كريت سب سايت تيس تيست يا عم بلاش تيم.
كنت قلت تيست. طيب هخليه تيم سايت. كان في سؤال هو بيساله لي دايما احنا ما كناش بناخد بالنا منه اللي هو ايه ايوز سيم بيرميشن از بيرنت سايت ولا يوز يونيك بيرميشن. يبقى بالديفولت كان بينهرت السايت ايه بيرميشنز من اللي فوق. فانا ممكن اقول له يوز ا يونيك اي بيرميشن. لو قلت له يوز ا يونيك بيرميشن دي هو هيعمل ايه؟ هيكريت جروبس لنفسه جديده غير الجروبس بتاعت مين اللي فوق. يعني تعال نقول له ايه يوز يونيك بيرميشن كرييت. يعني مش اي يعني كل ده مثلا لو نتكلم على الليست تبقى اوريدي عامله بريك للانترنت. انا لسه ما اقدرش اقول له فيها ايه لو كان في اوبشن يوز يونيك بيرميشن كنت عملته بس ما بقاش فيه اصلا. فانا بضطر اعملها وبعدين ادروب الايه او بريك الانهيرتنس. هنا بيقول لي بص اكريت لك نيو جروبس باسماء دي زي ما انتم شايفين الثلاثه الاساسيين شفتوا فيزيتورز ممبرز واونرز ماشي وحطيت عليهم سيستم ادمن ايه فيهم او يعني اول واحد يبقى فيهم يعني. قلت له ماشي اوكي. عمل ايه يا جماعه؟ سايت سيتنج بيبول اند جروبس مور ادي جروبس بتاعتي. ايه ده؟ هو الباقيين نزلوا معايا برضو؟ اه هم بينزلوا عادي. يعني انت اصلا لو طلعت على الروت سايت وقلت له سايت سيتنج بيبول اند جروب لقيت التست ورد ماشي. هي دي حاجه بتلخبط شويه بس هو اللي بيحصل ايه؟ هو بيكريت الجروبس كلهم في مكان واحد. هنا انزلهم واداهم برميشن. ايه برميشن اللي اداها لهم؟ هو بيقول لك ان البرميشن هم واخدينه من السايت اللي اسمه ايه؟ انا واخد الجروب ده من السايت اللي اسمه تيست ماشي. طب هو في التيست هنا مديهم ايه؟ تعالوا نبص. لو دخلنا جوه ده لا مش محتاج ده، محتاج اقول له سايت سيتنج سايت برميشن. هو انت مديهم برميشن ايه؟ ايديت ماشي. طب هم عند الروت سايت هيبقوا واخدين ايه؟ تعالوا نبص. سايت سيتنج سايت برميشن. هل خدوا اي برميشنز؟ ها في حاجه ما لهمش برميشن بينزلهم كجروب. مش احنا قلنا عندنا رابطه ثلاثيه لازم الثلاثه مع بعض. الجروب ايه او بني ادم ايه واخد رول ايه على ايه؟ فالجروبس اه موجوده فين؟ في الروت سايت بس ما لهاش برميشن. يبقى الثلاثه جروبس دول مش هينفع يشتغلوا دلوقتي غير على مين؟ غير على ده، على الروت سايت او قصدي على السب سايت صح؟ يعني الثلاثه جروبس دول لو انا جيت في الروت سايت قلت له وريني جروبس هلاقيهم اهم صح. يبقى اول عنصر موجود الجروب. عندك المكان؟ اه عندي المكان الروت سايت. فاضل اعرف البرميشن اللي هم واخدينه. فلو جيت قلت له هنا سايت سيتنج سايت برميشن على الروت برضه هل لقيتهم هنا؟ مش لاقيهم صح. يبقى هم ما خدوش ايه برميشن. ينفع اديهم برميشن؟ اظن بجرانت برميشن ينفع بس ايفريون مش متاكد بيسيرش عن جروبس ولا لا. تعالوا نجرب. لو انا قلت له تيست لا هما شايفين. فانا ممكن اقول له تيست ممبر هنا اديله فيو مثلا ماشي. مش هعمل كده واضحه. طيب يبقى اللي هيخش هنا لازم يبقى في جروب ايه من الثلاثه دول عشان يخش على السب سايت. طب تعالوا نجرب بمونة كده. هل منى اصلا شايفه السايت؟ اصل منى ملهاش برميشن عليه. طب انا هدي منى فول كنترول على السايت ده اعمل كده ازاي؟ اهو اروح هنا وهو قايل ايه؟ ما هو ده واخد ايه؟ ايديت. ده اونر ده واخد فول كنترول. ها هي فيزيتور فين؟ هل هنا في اي جروب من اللي موجودين على الروت سايت؟ هي فيزيتور على اللي في الروت سايت. انا لما جيت اكريت السب سايت قلت له اصلا ما تحطليش اللي في الروت اعمل لي ثلاثه جداد. فهم موجودين بس مش واخدين برميشن. مش مالهمش هنا برميشن عندي. طب انا عاوز اديها هنا فول كنترول ممكن احطها هنا في جروب ايه؟ اونر. لازم ركز دايما الثلاثه مع بعض. ايه الحاجه؟ ايه الجروب ولا يوزر؟ ايه المكان اللي واخد عليه البرميشن؟ ايه هو البرميشن ليفل بتاعه؟ الثلاثه دول لازم يبقوا مع بعض كده على طول بلت ان. لا انت بتحط يوزر في جروب معين من الاول. والجروب ده بقى تدي له برميشن هنا وتشيل البرميشن بتاعته من هنا. ما هو الرول دي هي جروب. مش انت بتمشي برول هي بالظبط. مش انت بتمشي برول. لا انت هتعمل انت بتعمل ده ازاي؟ اللي بيحصل عاده وانت انت ممكن هنوريك ازاي تكريت جروب دلوقتي. وانت بتكريت جروب ينفع تقلقوا حاجه اسمها ايه؟ ريكويست فور جوين مثلا. فالناس بتريجستر. جميل؟ وواحد يقوم قايل لك انا عاوز اعمل ريكويست ان انا اخش الجروب اللي اسمه كذا. ويكتب لك مسج مثلا.
فانت تلاقيه اصلا ده شغال معانا في الشركه، ده المفروض كان يبقى فعلا في الجروب ده، فتقوم عامل له اد انت كادمنستريتور يعني. يبقى اللي بيعمل الوظيفه دي مين؟ ادمنستريتور. الفيتشر اللي اديتها لك هنا ان ده بقى بيحصل من السايت في الاس بي دوت نت، ده كان بيحصل قبل ما يبقى في سايت صح. بلس بقى ايه ان في الاس بي دوت نت طبعا استاتيك رولز وانت بتزود بتحط وخلاص، انما هنا ده انا ممكن اكاريت سايت في الران تايم، يبقى بقى في يوزر جداد. ها ايوه حته حته وبراحتك زي ما انت عايز. وينفع بالكود تقول اول ما اليوز اول ما السايت ده يتكاريت بحط لنا عامل فيه شويه الرولز دول او شويه الجروبس دول يعني، واديهم برميشن ليفل كذا وكذا 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 من الاول على طول يعني. بس احنا عشان بنتعلم فبنحاول ايه نمسكها حته حته عشان ايه نفهم الدنيا فيها ايه يعني. فانا جيت هنا في الاونرز وقمت قايل هنا ايه، انا عاوز احط مين؟ مون شير. انا فتحت السيكول سيرفر خلاص يا عم. جيت هنا عملت ريفرش شافت مين؟ التست دخلت عليه ليها برميشن؟ ده ليها ايه؟ ايديت. ده تقدر تشوف مين؟ السايت سيتنج فول كنترول بقى. واضحه يا جماعه؟ يبقى انا قادر اتحكم ان انا ابقى في سب سايت مدي حد فول كنترول على حاجه مع انه فوق ما كانش واخد الفول كنترول ده صح؟ العكس بقى مش صحيح بقى، يعني حضرتك ما تستنصحش وتقوم عامل ايه؟ تدي واحد على سايت فول كنترول وتيجي في ليست تدي له فيو. هيقوم داخل في الليست مبريك مستوب البريكنج اللي انت عملته ويرجع نفسه ادمنستريتور على الليست صح؟ هو ممكن بقى يشيل مني الفول كنترول هو ايه؟ ممكن يشيل مني الفول كنترول ينفع؟ بس انا ينفع اعمل ده؟ ينفع تعمل ده؟ بس هو ممكن يلغيه. هو لا يلغيه بس انت ينفع تعمل ده؟ بس هو اكيد مش هيسكت يعني. طيب هل الادمنستريتور واخد سلطاته وقدراته دي كلها اللي هو اليوزر اسمه ادمن ده من البريفليج بناء على انه في جروب معين؟ لا، ده واخد برميشن اعلى من دول كلهم. ايه البرميشن ده؟ لو جينا رجعنا في السايت سيتنج هتلاقي في حاجه اسمها سايت ايه؟ على الروت بقى. انا مسحت اسم السايت بقيت في السايت سيتنج في السايت الروت صح؟ في حاجه اسمها سايت كوليكشن ايه؟ لو فتحتها هتلاقي ده فيه، جت منين دي السايت الحته دي؟ فاكرين لما كنا من كاريت سايت كوليكشن فقال لي انت عاوز يبقى مين البرايمري ادمنستريتور؟ فقلت له فلان. وينفع تيجي هنا بقى تضيف بقى عادي، قلت لكم ساعتها هنقدر نضيف، فانا اقدر اقول له مثلا ماي يوزر مثلا لو كان فيه حسن اهو حطه هنا ايه؟ ده بقى بريفليج يفك قدرات كل الجروبس اللي انت حضرتك ايه عملت، ده بيعمل اي حاجه في الدنيا وفي كل ايه؟ وفي السايت كوليكشن. ده برميشن على مستوى السايت كوليكشن. كده اللي هو فول كنترول ما يعرفش لا ده ملوش علاقه بالفول كنترول على السايت كوليكشن ادمنستريتور طبعا، بس بتوع الفول كنترول ممكن يلعبوا مع بعض اكيد يعني. ماشي دلوقتي الكلام ده كله حلو، انا دلوقتي لو في ويب سايت حتى لو بسيط هقسمه ازاي؟ اقول ايه تعمل ايه؟ هلا يا جماعه انا قلت لكم ان احنا في الكورس ده بنتعلم ازاي نعمل ويب سايت. يبقى ناخدها خطوه خطوه، نعرف دول الاول وبعد ما نعرفهم ان شاء الله نبقى نعرف ايه هنقدر نستخدم ده ازاي واحنا شغالين. ماشي تلاقي على الشيربوينت، الشير بوينت والام في سي والاي اس بي الثلاثه اختلافهم عن بعض الطريقه كبدايه شغل. هقسم شغلي ازاي؟ هعمل دي صفحه ولا في الام في سي اعملها فيو ولا دي بارشل فيو ولا في الشير بوينت ده سايت ولا بيج ولا يبقى كلهم مختلفين عن بعض، كلهم مختلفين عن بعض يعني الاي اس بي والام في سي برده مختلفين عن بعض قبل الشير بوينت، فكل واحد له طريقته في الشغل. خلينا ناخدها بالتدريج عشان ما ننتهش. حد عنده مشاكل في اللي احنا قلناه ده يا جماعه؟ انا عرفت اسمي ثاني كورس ايه؟ انا عرفت اسمي ثاني كورس لما نخلص مثلا الديفلوبمنت الادفانسد ولا حاجه. اربع كورسات من ثمانية طيب انت عاوز ايه؟ يعني لما توصل نص الموضوع تكون عرفت. ماشي؟ ها انا على فكره عموما وانا بشرح في الديفلوبمنت بدي بزنس كيسز كتير يعني هبدا بقى نتكلم ايه؟ طب احنا عاوزين نعمل كومبوننت يعمل كذا، طب احنا عاوزين نعمل ويب سايت يعمل كذا. ماشي فالدنيا هتبدا تربط يعني. دي عباره عن تشيتشن هتضاف ولا يا ريت الكومبوننت ده ممكن يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى زرار هنا يعني زرار هنا بيتباع بفلوس. الزرار ده ممكن تبقى ويب بارت، ممكن تبقى ايه ويب بارت، ممكن يبقى ايه تمبلت يعني ممكن ازود زرار في الريبوت ده اساسا. ينفع اشيل منه. في هنا برضو فيتشر لطيفه في الصفحات اسمها انكمينج لينكس، يعني لو انت في لو انا دوست على ده كده هيقول لي اللينكات اللي بتشاور على الصفحه دي ايه. يعني مثلا احنا من شويه كنا عاملين صفحه اسمها حماده، فاكرين؟ انا مش فاكر هي كانت فين، اعتقد في
هاو تو يوز ذس ليست صح اهي صح. لو انا جيت في حماده دي قلت له بيج ان كومينج لينكس هيقول لي دي في لينك بيشاور عليها في الصفحه اللي اسمها كذا. ما اعرف مين بيشاور عليها. اه الصفحات اللي في السايت بتاعي بتشاور عليها. في شغله لطيفه برضو يعني انك تبقى عارف انت ممكن الانكومينج يجي لك منين يعني. لو حاولت تعدل حاجه فيهم كلهم تبقى عارف اماكنهم على الاقل. حد عنده اي اسئله؟